بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي في كل مكان، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من الأبطال. كلنا تابعنا يعني من دقائق معدودة افتتاح كأس العالم أو بطولة العالم لكرة اليد، واللي طبعا شفنا أحداثها على صالة رقم واحد باستاد القاهرة. طبعا كلنا انبهرنا بالتنظيم، بالدقة، بالافتتاح، بكل ده. الحقيقة كان على شكل جاي جدا جدا، ويمكن أهم حاجة كان طبعا افتتاح السيد الرئيس لهذا الحدث، ادى لهذا الحدث زخم كبير جدا جدا. وبكره نشوف، او فعلا بدانا نشوف طبعا تغطيه كل القنوات العالميه والمواقع العالميه لهذا الحدث الكبير. والحقيقه احنا كان عندنا يمكن ماتش طبعا شغال دلوقتي، ماتش مصر وتشيلي، والنتيجه 23-14. يمكن المباراه شغاله دلوقتي، وان شاء الله بنتمنى التوفيق يمكن بشكل كبير. منتخب مصر تقريبا حسم يعني مباراه الافتتاح، وهتبقى خطوه عشان التاهل للدور اللي بعد كده. خليني اقول لحضراتكم ان البطوله دي مصر كسبت من وراها كتير. تنظيم البطوله دي الحقيقه واصرار الدوله ودعم القياده السياسيه لاقامه هذه البطوله كان ليها تاثير كبير جدا على مصر. يمكن اهم الامور طبعا اللي استفادت منها مصر يمكن البنيه التحتيه الرياضيه، زي ما حضراتكم شايفين الاربع صالات، يعني صاله واحد يمكن صاله استاد القاهره صاله قديمه، ولكن تم تطويرها بشكل كبير جدا، وبشكل اصلا يعني الصاله اتبنت سنه 90 لاستضافه الالعاب الافريقيه، ومنذ ذلك الحين الحقيقه حصل فيها تطويرات بسيطه جدا. ولكن استعدادنا لكاس العالم يمكن زي ما بنقول اتطورت وتجددت بشكل كبير جدا. فيمكن صاله واحد تم اكتشافها من جديد، عندك صاله برج العرب اللي تم انشائها خصيصا لهذه البطوله، صاله العاصمه الاداريه، وايضا صاله 6 اكتوبر. الاربع صالات دول الحقيقه بنيه تحتيه قويه جدا، مش بس لكره اليد ولكن لكل العاب الصالات والرياضه عامه بشكل كبير. يمكن ممكن تلعب عليها سله، طايره، يد، يتلعب عليها ايضا تنس الطاوله، جودو، كاراتيه، كل الالعاب اللي بتتلعب في الصالات الحقيقه استفادنا استفاده كبيره جدا بالبنيه التحتيه. يمكن سمعه مصر وقوه الدوله المصريه انها تقدر تستضيف احداث عالميه في ظل يعني توترات شديده بسبب جائحه كورونا، الناس كلها خايفه تنظم احداث كبيره، ولكن مصر تصدت لهذا ونظمت البطوله، وكل الدول اشتركت يمكن باستثناء دولتين، والدولتين دول ما اشتركوش ليه؟ ما اشتركوش عشان عندهم اصابات كورونا، هم في بلادهم ما قدروش يشتركوا. ولكن زي ما احنا شايفين ونظام الكبسوله المغلقه، كل ده شجع الفرق. كل دول العالم 32 فرقه بمصر، يعني 31 فرقه غير مصر اشتركوا، فده يدل على سمعه قويه جدا للدوله المصريه، والحقيقه انها تقدر تستضيف اكبر الاحداث العالميه، ويدل على قوه الدوله في انها تقدر تصر على تنظيم احداث عالميه بهذا القدر في ظل طبعا الامن والامان اللي بتعيشه مصر هذه الايام. الحقيقه حاجه جميله جدا. وهنقول حاجه، هنطلع من ده لحاجه ثانيه. هنطلع من ده هنقول انه طبعا اكبر دليل على كده، وهنجيب يعني بعض الادله، ولكن عندنا اكبر دليل موجود معانا دلوقتي، وهي القناه الالمانيه ZDF، القناه الالمانيه اللي هي رقم واحد الرسميه. خلي بالكو، حطوا تحت الرسميه دي يعني 100 خط. ليه؟ لان دي الدوله، يعني دي القناه اللي بتمثل الدوله الالمانيه او تبع الحكومه الالمانيه. القناه دي جت مصر سجلت تقرير عن كل المعالم السياحيه في البلد، وطلعت منه على تنظيم كاس العالم واستعدادات مصر، راحت منه على النادي الاهلي، سجلت مع كابتن طارق محروس واللاعبين. الحقيقه يعني احنا عايزين دعايه لمصر اكتر من كده. ايه؟ القناه الرسميه الالمانيه، والمانيا من اكبر دول اوروبا، وصفحه يعني الصفحه بتاعت هذه القناه على السوشيال ميديا توصل ل 22 مليون. القناه دي جت مصر، هتشوفوا دلوقتي وجبنا لكم التقرير مترجم، وجابت كل المناطق السياحيه في مصر وجابت لقطات منها، راحت على النادي الاهلي، سجلت مع اللعيبه استعدادات اللعيبه لكاس العالم. الحقيقه في اكتر من كده دعايه لمصر، فدي من ضمن الاسباب الكتيره جدا للدوله المصريه انها اصرت على استضافه هذا الحدث، عشان سمعه مصر الخارجيه. زي ما احنا شايفين قناه ZDF اكبر قناه المانيه بتتكلم عن مصر، وعملت دعايه لمصر مجرد يعني ان هي استضافت او بتحتضن هذا الحدث الكبير. خلينا نشوف التقرير ده مترجم وارجع لحضراتكم تاني. Gerade für deutsche Touristen in der Regel eines der beliebtesten Urlaubsziele. Die Pyramiden von Gizeh, dort wo normalerweise tausende Touristen flanieren, herrscht fast Menschenleere. Das Land am Roten Meer hat die Corona-Krise extrem getroffen. Die Tourismusbranche durchlebt auch in Ägypten ihre schwerste Krise. Das Land meldet offiziell über 1000 Neuinfizierte pro Tag. Die Dunkelziffer dürfte wesentlich höher sein.
Das Auswärtige Amt sieht für Ägypten eine Teilreisewarnung vor. Vor nicht nötigen Reisen wird abgeraten. Das Leben in Kairo geht derweil weiter. Einen zweiten Lockdown gibt es quasi nicht. So auch beim größten Handballclub des Landes Al-Ahli. Die Profis des Serienmeisters sind sehr stolz, dass die Heim-WM stattfinden kann. Ich denke, das ist etwas sehr Großes und Gutes und es trägt zu unserem und Ägyptens Ruf bei, dass wir unter diesen Umständen eine Weltmeisterschaft organisieren können. Der Handball in Ägypten ist nach Fußball Volkssport Nummer 2. Wie auch in Europa leidet der Handball auch dort unter der Pandemie. Für den ägyptischen Nationalverband ist die Austragung dieser WM wichtig, finanziell aber auch in Sachen Wahrnehmung. Unter den Umständen der Corona-Epidemie sehe ich, dass die Ausrichtung der Weltmeisterschaft eine sehr gute Sache ist. Das ägyptische Handballteam kann mittlerweile mit der Weltspitze mithalten. Bei der letzten WM waren wir schon Achter. Auch weil der Unterbau in der Jugend stimmt. Der Hauptstadtclub Al-Ahli hat 3 Nachwuchsakademien mit über 300 Kindern aller Altersstufen. Von Jugendmannschaften bis zu den ganz Kleinen, die schon mit 6 bis 7 Jahren an den Handball herangeführt werden. Und eine entsprechende Siegermentalität wird ihnen schon früh mitgegeben. Dass ich gewinne und gegen jemanden spiele, wenn ich gegen ihn spiele, dann ich müsste gewinnen. Der WM-Gastgeber gibt sich weltoffen. Junge Mädchen trainieren und spielen auch in Jugendligen. Eine Frauennationalmannschaft gibt es noch nicht. Grund: mangelnde Konkurrenz auf dem afrikanischen Kontinent. Handball ist bei Al-Ahli ein Familienerlebnis. So können junge Mütter ihren Lieblingssport sorgenlos ausüben. Nicht alle Frauen sind so wie wir. Es gibt Unterschiede und das hängt meist von den Familien selbst ab. Heutzutage hat sich in Ägypten die Kultur, Frauen auf das Haus zu beschränken, geändert, da viele Frauen hinausgehen und an vielen Lebensbereichen teilnehmen. In der Hochzeit der Pandemie eine Handball-WM mit 32 Nationen durchzuführen, ist ein gewagtes Unterfangen. Aber die Internationale Handballföderation mit dem ägyptischen Präsidenten Hassan Mustafa will es durchziehen. Dieser hat sich auf eine ZDF-Anfrage aktuell zur WM nicht äußern wollen. Nach seinem Namen ist übrigens die Halle benannt, in der die DHB-Auswahl ihre Vorrundenspiele austragen wird. Ob mit Zuschauern gespielt werden kann, ist noch offen. Zuletzt war eine Hallenauslastung mit 30% Handballfans im Gespräch. Das Hygienekonzept, ein skurriles WM-Werbevideo, soll Sicherheit suggerieren in einem Land mit eher laschen Corona-Regeln. Das deutsche Teamhotel liegt vor den Toren Kairos. Immerhin haben die Spieler in ihrer WM-Bubble einen Blick auf die Pyramide. يعني زي ما حضراتكم شايفين يعني يكفينا فخرا دي القناه الاولى الرسميه في المانيا بتسجل في مصر زي ما شفنا في بدايه التقرير المعالم السياحيه المصريه واكبر دعايه لينا دي الحقيقه في لمصر راحت على النادي الاهلي الحقيقه التقريرين دعايه لمصر وبيوضح قيمه النادي الاهلي جوه مصر لما شفنا التسجيل مع اللاعبين كابتن طارق محروس واللاعبين وشفنا اللاعبين الناشئين كمان في اهلي مدينه نصر وهما بيتمرنوا الحقيقه يعني الحدث ده احنا لينا مكاسب كتيره جدا جدا من وراه وزي ما حضراتكم طبعا متابعين المباراه يعني لسه شغاله ومصر الحمد لله متقدمه على تشيلي بشكل كبير يعني ان شاء الله تخلص المباراه كده ويبقى ده اول خطوه لينا باذن الله في طريق التاهل للدور الثاني باذن الله. خلينا نروح لاخبارنا يمكن خبر برضو متعلق بكره اليد طبعا بعد ما اعلن طبعا المدير الفني الاسباني قائمه النهائيه لفريق كره اليد دلوقتي بقى في 6 لاعبين موجودين في قائمة المنتخب كأساسيين وفي 2 من الأربعة اللي بيبقوا زيادة تحسبا لأي شيء يمكن 6 اللي موجودين محمد عصام الطيار إبراهيم المصري أحمد هشام سيسا إسلام حسن عبد الرحمن فيصل محسن رمضان دول ضمن القائمة اللي هم 20 لاعب وفي 2 لاعبين في الأربعة أو الأربع لاعبين اللي خارج القائمة اللي هو زودهم كمان الاتحاد الدولي تحسبا لإصابة أي اللاعبين سواء كورونا أو غيره عندنا أحمد عادل وعبد الرحمن حميد طبعا زي ما قلنا منتخبنا بيلعب مع تشيلي دلوقتي وطبعا يعني احنا الحمد لله متقدمين 27-18 وطبعا انتوا عارفين مجموعتنا فيها السويد ومقدونيا وتشيلي ومع ضيوفي طبعا في الفتره الثانيه الكابتن يحيى يوسف والكابتن صابر حسين الحقيقه يعني هنتناول البطوله طبعا من المنظور التحليلي والفني وتوقعاتهم طبعا كابتن صابر وكابتن يحيى يوسف كابتن صابر حسين وكابتن يحيى يوسف نجوم النادي الاهلي ونجوم منتخب مصر الحقيقه يعني عاصروا بطولات كتيره وهيكون لهم اكيد راي في البطوله وتنظيمها وقوتها الفنيه. هنروح نتكلم عن طبعا الاهلي يهزم الطيران ودينا استعدادا لاستئناف دوري المحترفين، طبعا انتوا عارفين فريق كره اليد عندنا في النادي الاهلي في مجموعه من اللاعبين ما انضمتش للمنتخب
فلازم طبعا يكون في استعداد. كابتن طارق محروس لعب مباريتين كانت مع الزهور ومباراه اخرى مع هليوبلس، لعب مباراه ثالثه كانت مع الطيران وفاز بنتيجه 34-27. لعب طبعا بدون اللعيبه الدوليه عشان يبقى جاهز لما اللعيبه الدوليه ترجع، طبعا يكون الفريق جاهز لاستئناف دوري المحترفين، لان الحقيقه هيبقى في فرق سرعات زي ما انتم شايفين. اللعيبه اللي بتلعب مع منتخب مصر راجع في التوب فورم بتاعتها، فلازم يكون اللعيبه الموجودين مع كابتن طارق محروس بيتمرنوا داخل النادي لازم يكونوا في فورمه لا تقل ابدا عن اللعيبه اللي جايين. الحقيقه عملنا تقرير مع نجوم فرقتنا عشان نعرف اكتر عن الوديات دي وكمان رايهم في مونديال اليد. نشوف التقرير ده وارجع لحضراتكم. نتمنى ان منتخب مصر باذن الله وبطوله على ارضنا نقدر يخش بردك من الاربعه الاوائل او يحقق لنا ميداليه، لان الفرقه دلوقتي فرقه كويسه عندها خبرات كتير، ناس على اعلى مستوى وطالع لهم لعيبه من الناشئين والشباب، فرقه كسبت بطل عالم وفرقه واخده ثالث عالم، اكيد الدافع هيبقى قوي. البطوله على ارضنا بغض النظر عن وجود جمهور او مش غير وجود جمهور، اللعيبه حاسه بالمسؤوليه واعتقد ان هم باذن الله هيأدوا على اعلى مستوى. مصر كلها في ظهركم، مصر كلها بتتمنى انجاز، مش الانجاز مستنيه منكم ان انتوا تعملوا اللي هم بيحلموا بيه، وانتوا على قد يعني ان شاء الله باذن الله قد المسؤوليه وتقدروا باذن الله تحققوا الحلم اللي مصر كلها بتتمناه ومصر كلها في ظهركم. ربنا يوفقكم ان شاء الله باذن الله وتشرفونا وتفرحونا باذن الله في نهايه البطوله. كاس العالم ده هيبقى الوحيد البلد واحده هي المنظماه، انت متخيله كاس العالم اللي فات 2019 كان 24 دوله بتنظم على بلدين اللي هو الدنمارك والمانيا، ده مصر منظماه، الفرق كترت بقت 31 فرقه، بمصر بقى 32 فرقه، اوكي ثلاث سيارات اتعملوا حيلين على اعلى مستوى بالمواصفات الدوليه زي اكنك بتلعب في اوروبا بالظبط، طبعا والظروف الاستثنائيه بتاعت الكورونا والحاجات دي كلها طبعا مخليه الناس كلها باصه على مصر، واعتقد ان مصر التنظيم هيبقى تنظيم مشرف وهنبهر بيه العالم يعني ان شاء الله باذن الله. كل الدعم والتوفيق لمنتخب مصر وان شاء الله يفرح اسر كره اليد المصريه والعربيه وان شاء الله نتاهل السيمي فاينل باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله ممكن نوصل سيمي فاينل، ممكن اكتر من كده، احنا معانا فريق جامد كابطال افريقيا يعني، ف وفرق اوروبا معظم الناس اللي عندنا دلوقتي محترفين لعبوا معاهم عادي وفرق كويسه، فيعني متوقع مثلا ان شاء الله سيمي فاينل فاينل ان شاء الله يعني نقول لهم انتوا قدها احنا واثقين فيكم وان شاء الله تحققوا يعني تفرحوا الجمهور المصري. اهم حاجه يلعبوا ويشرفونا ويوصلوا لابعد نقطه واحنا فخورين بيهم كده كده ان شاء الله. المنتخب في المجموعه بتاعتنا مش قويه ومش ضعيفه، وقدامنا السويد نكسبها ان شاء الله نروح لحته ثانيه اسهل برضو، بعدها نكسب ان شاء الله نوصل دور 8 وهنا الصعوبه هتبدا تبتدي، بس المنتخب جاهز ومعاه مدرب احسن مدرب في 2019 واللعيبه كلها في لعيبه محترفه ولعيبه كلها يعني كبيره، يعني شدوا حالكم ان شاء الله هنخش المربع بس هي محتاجه شويه مجهود. منتخب مصر السنه دي قوي وانا اتوقع ان هو ممكن ينافس ويخش من اربعه كبار. اهلا بحضراتكم من جديد. يمكن هنسيب كره اليد هنروح نشوف اخبار كره السله جوه النادي الاهلي. طبعا انتوا عارفين النادي الاهلي فاز بدوري المرتبط وبيستعد للكاس او بيلعب في الكاس وكمان مباراه السوبر طبعا بتاعت الموسم اللي فات هتلعب يوم 26 الشهر الجاري. يمكن النادي الاهلي فاز على شرقية الدخان في دور ال 16 في كاس مصر وتاهل لدور الثمانيه ان شاء الله عشان طبعا يلاقي اللي هيفوز من اصحاب الجياد ونادي الابراهيميه في دور الثمانيه. يمكن المباراه يعني اتلعبت وخلصت نتيجه الاهلي وشرقية الدخان 81-44. كابتن اشرف توفيق اطمن على كل اللعيبه. الماتش كان اتلعب امبارح على صاله شرقية الدخان بالهرم يعني بره ملعبنا، ولكن كوتش اشرف لاعب كل اللعيبه اطمن على اللعيبه حتى المصابين اللي رجعوا من كورونا لعبوا. فالحقيقه كانت فرصه كويسه جدا ان النادي الاهلي يختبر كل مفاتيحه ويحاول تاني يظبط
الدنيا يعني، كان في لعيبه مصابه ورجعه وفي لعيبه موجوده من زمان، فكان لازم كله يبقى مسطره واحده. فالماتش ده كان مهم جدا. خلينا اقول لكم ان احنا بعد كده هنلعب دور ال 16 في طبعا دوري السوبر، هو مش دور ال 16 يعتبر دور التاهل يعني. هنلعب جزيره الورد ثلاث مباريات بيست اوف 3، لو كسبنا مباريتين خلاص بنتاهل. طبعا من هنا انا بحيي صراحه جزيره الورد، يعني نادي جزيره الورد يعني يمكن فريق صاعد ما بقالوش سنه او اتنين في الدوري الممتاز، ولكن الحقيقه بيأدي اداء كويس، وده في الاخر بيصب في مصلحه كره السله المصريه لما كل الفرق الحقيقه تشارك بشكل قوي وانديه تشارك جديده في الدوري، اكيد ده بيدي يعني دفعه قويه لكره السله المصريه. فالحقيقه دوري السله السنه دي دوري طويل ودوري مجهد، والحقيقه 14 لاعب في القائمه ده عدد قليل. فكابتن اشرف توفيق زي ما انتم عارفين صعد مجموعه من الناشئين بيعتمد عليهم وكان ليهم دور كبير جدا، عبد الله ناصر، بودي حسام، محمود وليد، عمر، عمرو علاء زهران، كل اللعيبه دي كابتن اشرف توفيق صعدهم والحقيقه موجودين مع الفرقه وبيجربهم، والحقيقه ان شاء الله يؤدوا اداء كويس. هنروح نتكلم عن طبعا كره السله سيدات، الاهلي فاز على الترام في ثمن نهائي سوبر السله. زي ما حضراتكم عارفين يمكن البنات لعبوا الكاس الاسبوع اللي فات خلصوا وبعد كده بداوا يلعبوا التاهيل للسوبر، كسبوا طبعا الماتش لسه خلصان من دقائق، وطبعا اتلعب على صاله الشهداء وفزنا اول مباراه كده طبعا مع الترام. يمكن فاضل لنا مباراه ثانيه عشان يتاهل دوري السوبر عشان يبقوا 8 فرق يلعبوا مع بعض. طبعا فرقتنا السنه دي فرقه السيدات كره السله زي ما حضراتكم عارفين فازوا ببطولتين، بطوله القاهره وفازوا ايضا بدور المرتبط، فاضل لنا بطولتين الكاس والسوبر. ان شاء الله هم كلهم عزم ان هم يقدروا يخلصوا الموسم ده بالعلامه الكامله في البطولات. يمكن فاضل لنا بطولتين الكاس والسوبر وان شاء الله يوفقوا فيها ويقدروا بشكل كبير ان شاء الله يكونوا جاهزين لافريقيا، ده لو اتلعبت في الظروف اللي احنا فيها دي. هنروح لكره الطائره رجال. طبعا كان عندنا ماتش مع القناه زي ما حضراتكم عارفين كان مؤجل، يمكن كان عندنا طبعا اصابات في كورونا، 9 لاعبين والمدير الفني، كان عدد كبير جدا من اللعيبه اصيبوا بكورونا فريق كره الطائره رجال، ولكن الحمد لله خفوا ورجعوا، لعبوا بتروجيت وكسبنا، ولعبنا القناه ايضا وكسبنا 3-0، والماتش كان اتلعب امبارح او لسه خلصان من دقيقه انا اسف على صاله هيئه قناه السويس، وبكده كسبنا كل ماتشاتنا اللي في مجموعتنا، كسبنا بتروجيت مصر، بترول هوليد، وشاليه دخان هيئه قناه السويس. بشكل كبير احنا كده ان شاء الله رايحين على صداره المجموعه، وبعد كده هيتاهل منا الاول والثاني على ما اتذكر ان شاء الله الادوار اللي بعد كده، وهنوافي حضراتكم بالاخبار وبالنتائج تباعا باذن الله. طبعا هنروح على كرة الماء. يمكن انتوا عارفين كرة الماء كان معانا من حلقتين ابطال 2005 وكانوا فايزين ايضا ببطولة الجمهورية. الحقيقة القطاع ده عامل طفرة كبيرة جدا، ويمكن مواليد 2003 فازوا ببطولة الجمهورية ايضا بعد ما فازوا على الهيوبلس نتيجة 10-6، يبقى كده عندنا 2005 فازوا، 2003 كمان فازوا. وطبعا زي ما قلت لكم ان كرة الماء كنا بعيدنا فترة طويلة، السنتين ثلاثة اللي فاتوا بدأنا نرجع ناخد بطولات ناشئين وكبار، والحقيقة احنا روحنا صورنا تقرير مع الفرقة. خلينا نشوف التقرير ونطلع لفاصل، عشان بعد الفاصل استقبل ضيوفي طبعا نجوم مصر الكابتن صابر حسين نجم مصر لكرة اليد، وكابتن يحيى يوسف أيضا نجم مصر والنادي الأهلي في كرة اليد. بعد التقرير والفاصل أرجع لحضركم تاني. الناس دي طلبات المجابة. الحمد لله ده تاني أسبوع كسبنا، الأسبوع اللي فات 2005 خدت أول دوري الحمد لله، الأسبوع ده خدنا 2003. إن شاء الله بنلعب السنة دي على الدرع العام، إن شاء الله الدرجة الأولى تكسب، ولسه عندنا 2001 ولسه عندنا 2004 إن شاء الله هنكسب. زي ما حضرتك عارف أقول تاني إن إحنا بنلعب على المركز الأول وبس، ما ينفعش نبقى تاني ان شاء الله. السنه دي احنا حاطين امل كبير ان شاء الله ناخد الدرع العام. الحمد لله طبعا يعني دي البطوله الثالثه على التوالي ان المرحله دي تكسبها بدون هزيمه او تعادل، فده طبعا يعني الحمد لله بمجهود الكابتن طبعا وليد وصفي مدير قطاع الناشئين، وفي كابتن وادي عزت المدرب العام. الحمد لله المرحله دي احنا مركزين عليها بقى لنا 3 سنين عشان نقدر ان احنا طبعا عايز اقول لك ما كانش في دماغنا خالص ناخد ال3 سنين ورا بعض، بس الحمد لله من اول سنه الولاد طمنونا جدا وشغلنا معاهم كان الحمد لله كويس جدا، كملنا معاهم خدنا البطوله الاولانيه، خدنا البطوله الثانيه، والحمد لله الحمد لله ربنا كرمنا مؤخرا بالبطوله الثالثه على التوالي بدون هزيمه او تعادل. احسن حاجه ان احنا بقالنا موسمين مش موسم واحد كمان، احنا متعادلناش ولا ماتش، كسبنا كل الماتشات موسمين ورا بعض،
والحمد لله بقى لنا 3 سنين بناخد اول. بقى لنا اكتر من شهرين بنتمرن الصبح بالليل بمجهودات المدربين بتوعنا كابتن ايد وصفي وكابتن ايد عزت، والحمد لله كان التمرين على اعلى مستوى، والحمد لله ربنا وفقنا وخدنا البطوله بالمجهودات بتاعت الفرقه كلها. الحمد لله كان تعب الفرقه كلها وتحت اشراف الكباتن طبعا، فالحمد لله ربنا وفقنا اللي احنا كسبنا كل الماتشات من غير ولا هزيمه، وده حاجه تشرفني طبعا. يعني كل واحد عمل اللي عليه من الفرقه، الجهاز الفني كله تعب، كل واحد احنا كلنا اتمرنا، فاحنا يعني ربنا ادانا على قد تعبنا، ويعني كل تمرينه صبح وليل وتعبنا جامد يعني. وطبعا الجهاز الفني طبعا تعب معانا، كلنا تعب معانا، كان تعبنا احنا وتعب مدربين وتعب ايام كتير، وكنا بنأجل حاجات شخاط التدريب ان احنا في الاخر نوصل للمكانه الكبيره دي او للمركز الاول، ده اللي احنا كنا اصلا بنحلم بيه طول الموسم، تدريبات ومكسب ماتشات، تعب مدربين وتعب لعيبه وتعب ايام صبح وليل ان احنا نوصل للمكانه دي. الحمد لله ان ربنا اكرمنا في الاخر وصلنا للمركز الاول، وهو ده اللي احنا كنا بنتمناه. ماتش البطوله كلها الحمد لله مشيت معانا كويس، كنا متمرنين على مستوى مع كابتن وليد عزت وكابتن وليد وصي، كانوا مرنا كويس، ما كانش عندنا اي مشكله غير في السيمي فاينل والفاينل، حتى ما جالناش المشكله اللي هي ضايقتنا، الحمد لله عدينا كل البطوله. الحمد لله انا مبسوط وكلنا مبسوطين، والحمد لله كل ده بفضل وخير على ربنا، وده كل ده بمجهود الفرق. مبسوط الحمد لله ان احنا كسبنا ثالث بطوله وتاني بطوله من غير خساره، الحمد لله. يعني احنا اتمرنا كتير ومدربين تعبوا معانا والفرقه كلها تعبت، والهداف دي انا مش واخدها بمجهود انا بس، الفرقه كلها ساعدتني ان انا اكسب الجائزه دي، والفرقه كلها اتمرنا كويس وكلها كنا رجاله، والحمد لله حققنا التارجت بتاعنا. يعني شفت لعيبه ما بتهزرش، شفت لعيبه بتضحي عشان تاخد اول، وعارفه عايز تعمل ايه من اول المدرب لغايه الجون لغايه بتاع الاوضه، يعني كله بصراحه يعني كان حاطط امل فينا، واحنا الحمد لله تعبنا وربنا كرمنا وادانا على قد ما تعبنا بصراحه. اهلا بحضراتكم من جديد. في البدايه برحب بضيوفي الكابتن يحيى يوسف، طبعا نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر السابق ومدير فني الفريق الاول لكره اليد السيدات. اهلا بيك كابتن يحيى. اهلا بيك كابتن عايز، منورنا ومنور كره النادي الاهلي. بنورك. برحب بضيفي طبعا نجم مصر الكابتن صابر حسين، نجم مصر ونجم النادي الاهلي، واحد طبعا النجوم الكبار الغنيين عن التعريف، ومدير فني فريق الشباب بالنادي الاهلي لكره اليد. اهلا بيك يا كابتن صابر. اهلا بيك كابتن هيثم، وانا بكل المشاهدين. منورنا، ويعني منور كره الاهلي، ده بيتك انت عايز طبعا. طبعا والله فن. كابتن يحيى، تابعنا مع بعض الافتتاح، يمكن المباراه شغاله دلوقتي، بتهيألي فرق 5 لمصر تقريبا، وفضل يمكن 3 4 دقائق، تعليق حضرتك على الافتتاح والمباراه نفسها كمان. طبعا هو حدث عالمي بالنسبه لكل العالم، ان تحصل في ظل الظروف الراهنه فيروس كورونا ده، ان تحصل بطوله وتكون البطوله الاولى ان يكون فيها 32 فريق، ودي هتبقى اول بطوله واخر بطوله بالنسبه للعدد ده، ترجع تاني ل 24 فريق. طبعا الافتتاح ما كانش بالقوه اللي احنا كنا منتظرينها، وهو متوسط واحده كلها. اهم حاجه ان احنا الافتتاح كان طبعا الاغنيه للفنان تامر حسني، كانت اغنيه كويسه جدا. الافتتاح ما كانش بالمستوى المطلوب اللي احنا كنا منتظرينه، زي بطوله افريقيا بتاعه القدم اللي احنا كنا مستنيينه، بس طبعا دي مش مهم، اهم حاجه برضو الكورونا والدنيا يعني. بالظبط كده، وعدم وجود جمهور كمان، دي برضو حاجه طبعاً صعبه على عدم وجود جمهور طبعاً. ده حاجه مش كويسه طبعا. الجماهير يمكن بتخلي الافتتاح اكتر واكتر تمام. احنا كنا منتظرين طبعا حتى لو 20% زي ما قالوا ان هو يحضر واحد كلها، ان احنا كمصريين واحد كلها منتظرين ان الصاله دي اللي هي بتشيل 18000 متفرج ان هي تكون موجوده. اتمنى كمان ان البدايه دي ان شاء الله تبقى حافز للماتش مقدونيا يوم السبت وماتش استوديوم الاثنين، وتكون بدايه موفقه لينا ان شاء الله يا رب. كابتن صابر، يمكن برضو تعليق حضرتك على الافتتاح ومباراه الافتتاح، يمكن فرق 6 وباقي 3 دقايق تقريبا. كابتن هيثم، ده اي شيء لازم تفعل حاجه معانا، ان احنا قدام بطوله استثنائيه. صحيح. استثنائيه في كل حاجه، التوقيت بتاعها والحاله اللي بتمر العالم موجود العالم فيها كلها، وفيروس كورونا موجود، وبطولات كتير اتلغت او اتاجلت عشان الناس كلها خايفه تنظم بطوله، وتيجي مصر وتاخد على نفسها المسؤوليه بتنظم هذه البطوله، فده حاجه تحسب لمصر. هنا حاجه استثنائيه في العدد. صحيح. البطوله طول عمرها 24 لعيب. اول بطوله تعمل فيها 32 فرقه، في 8 فرق جداد
او زياده على العدد اللي هو اللي كان بيتعمل بيه قبل كده، برضه ده عبء على التنظيم طبعا. تاني حاجه اول بطوله تعمل بدون جمهور، برضه الناس طبعا خايفه على الحاله الصحيه للمشجعين واللعيبه وكده، فبرضه عشان كده بقول لك. تاني حاجه برضه في فرق اعتذرت قبلها بيوم صحيح لغصب عنها، ناس عندها نقص في اللعيبه، لعيبه عندها مصابه، امريكا وتشيك بالظبط يعني اعتذروا امبارح. عشان كده بقول لك البطولات استثنائيه في كل شيء، فاحنا مش عايزين نقول ان في شيء موجود او شيء مش موجود، لا احنا قدام عمل استثنائي. مجرد ان البطوله دي اقيمت بالظبط، مجرد ان مصر تصمم ان البطوله تعمل في ميعادها ومفيش فيها اي تاجيل ولا اي حاجه، فده يحصل لمصر. ومصر عايزه تضرب نموذج او حاجه للعالم كله، تقول لا احنا قادرين في ظل هذه الظروف اللي احنا ننظم بطوله عالم ونستقبل فرق كامله ونحافظ عليهم على صحتهم ونحافظ على كل الفرق ونعمل حدث كبير. ان انا بقول بطوله زي كده لو في دوله ثانيه غير مصر كانت ممكن تؤجل. صحيح، وخليني اقول لك برضو يا كابتن، يعني يمكن الدوره الاولمبيه اللي جايه بالظبط في طوكيو عينهم على الدوره دي العالم كله. ان حضرتك الدوره دي هتبقى مقياس ده حاجات كتير قوي، يعني في بطولات عالم اتاجلت في العاب ثانيه كتيره، الدوره الاولمبيه اتاجلت، فكل الناس دلوقتي عينيها على مصر وعلى كاس عالم عشان نشوف التجربه دي عامله ازاي، هل هي تجربه ناجحه ونقدر نستفاد منها ونكمل كده بقى والحاجه تمشي وتستمر وننظم الاولمبيات وبطولات عالم، ولا فيها قصور او فيها مشاكل لا نوقف تاني وما نشتغلش. فنجاح مصر دوت في هذه البطوله دوت هيبقى حاجه نقله كبيره قوي للعالم كله ان شاء الله. اكيد يعني كابتن يحيى برضو كلمه السيد الرئيس لما قال انه العالم اثبت انه يقدر يتعايش مع ظروف جديده او فيروس جديد، ومصر قدمت نموذج لده. فالحقيقه زي ما قال كابتن صبري، يمكن اصرارنا على تنظيم هذه البطوله ممكن بعد كده الدنيا تفتح، الناس تبقى ده زي سامبل او زي نموذج هيتعمل ويحتذى به سواء حتى في الدوره الاولمبيه اللي جايه طوكيو. هو زي ما كابتن صبر بيقول وحضرتك بتقول او الرئيس عبد الفتاح السيسي كان بيقول ان احنا كل العالم عينه علينا دلوقتي في البطوله دي، سكايت اليابان مستنيه احنا عملنا ايه علشان هي تفتح بطولات كتير جدا، كل الاتحادات الدوليه على مستوى الالعاب كلها مستنيه تشوف مصر هل هتنجح في موضوع البطوله ده ولا لا. فده كمان كلمه السيد الرئيس كان حافز كمان للعالم كله ان لازم الناس تتعايش في مع الحياه ومع الفيروس، طبعا بالاجراءات الاستراتيجيه والحاجات كلها، ان الناس لازم تتعايش مع ان كل واحد ياخد حذره، اذا كان لعيبه اذا كان مدربين اذا كان جمهور، حتى في الحياه العاديه طبعا لازم حياه تعيش، من غيرها طبعا ان الحياه من غير ما تعيش الحياه كلها يبقى في اقتصاد في كل الدول يتحرك في كل حاجه. على فكره يا كابتن تقريبا المباراه خلصت 34-29، الف مبروك منتخب مصر طبعا فاز باول لقاءاته، ويمكن برضو زي ما قال كابتن صابر هو مباراه افتتاح استثنائيه اكيد. طب يعني خلينا نتكلم فنيا اكتر شويه يا كابتن ونخش بقى في البطوله، يعني راي حضرتك على مباراه الافتتاح ايه؟ هل منتخب مصر ادى 35-29، اسف ان في جون جه في النهايه، هل حضرتك شايف المنتخب ادى الاداء الفني المتوقع منه ولا ما نقدرش نحكم من مباراه البدايه؟ بدل انت عينك ان انت لو انت كاتحاد او لعيبة او جهاز فني عينك ان انت تخش المربع او تخش مثلا خامس سادس او الحاجات دي كلها، يبقى مش ده المقياس. المقياس لسه عندك ماتشات تانية كتير، ده دور تمهيدي خالص، ده بيعدك اللي انت تخش الدور الرئيسي عشان يعدك بعد كده الدور الثمانية، ان الدور ده لازم تكسب مثلا منه لو ربنا اكرمنا ان شاء الله ان احنا كسبنا مقدونيا يوم السبت وكسبنا السويد، فده ده ده يديك ان انت تخش الدور بقى اللي هو دور ال 16 يعتبر ده لو الرئيسي بنقطتين، فده يفرق معاك بس كتير. بس افهم من كلامك كابتن انت يعني فنيا انت شايف المنتخب كان ممكن يكون احسن من كده شويه، يمكن في لاعب خد الهداف او احسن لاعب في احسن لاعب في المباراه يحيى الدرع، خد احسن لاعب في المباراه فعلا، بنقول له الف مبروك والحقيقه هو كان كويس. بس افهم من كلامك انه يعني 35-29 يعني ان برضو الاداء الافتتاح كان ممكن منتخب مصر يكون اداؤه احسن من كده، بس انت بتقول ده مش مقياس. لا ده مش مقياس طبعا، ماتش مع زي شيلي مش مقياس، اعتقد ان المقياس الحقيقي بقى هيبدا من يوم السبت الجاي. فرقه مقدونيا اعتقد ان هي فرقه قويه جدا، اعتقد ان هي كمان احسن من التشيك التشيك اللي هي ما جاتش، فالمجموعتنا اعتقد ان هي بقت اكتر صعوبه شويه، ان وجود مقدونيا كمان كانت بتستعد اوريدي اصلا وعامله معسكرات علشان عندها تصفيات بطوله اوروبا فعلا، فكانت موجوده اصلا، هي اصلا جايه من معسكر يعني جايه من الطياره بدل ما يروح حته جم على مصر. بالظبط كده، ان هي في الاتحاد الدولي كان حاطط
فرق ست فرق ستاندي باي لاي فرقه يحصل لها خلل ويحصل لها مشكله اصلا اللي تقدر تيجي بيها، زي ما حصل برضو ان امريكا ما جاتش فدخل مكانها سويسرا، كان في فرق متحضره وهي محضره طبعا في حاله استعداد. فده طبعا مهم جدا ان انا اجهز كمان الماتش الجاي. طب يا كابتن، يمكن انا لما جت سيره مقدونيا حضرتك يعني ابتسمت كده شويه، كابتن صابر برضو ابتسم. مقدونيا اقوى من التشيكا كابتن صح؟ والله مش اقوى، انا عايزين اتفق برضو زي ما كنت رايح بيقول ان مقدونيا فرقه كويسه جدا، فرقه بتشارك في بطوله اوروبا، فرقه جاهزه، والفرق يعني فرقه برضو كان لها اسم على مستوى قاره اوروبيه، يعني فرقه مش ضعيفه يعني زيها زي التشيك يعني. فاحنا مطالبين عشان نوصل الدور الثاني او نوصل الدور الثمانيه ان احنا نفوز على مقدونيا ونفوز على السويد، فأي كان اللي هنلعبه لازم نفوز، احنا مش حاجه غير فوز. يعني قصدي حضرتك ان هو يعني مش فارق كتير، مش فارق كتير بالظبط. بس خلي بالك يعني انا خلي بالك كابتن احنا عندنا مشكله، ما كانش فيه اعداد يعني بالزبط. احنا لعبنا ماتشين بحرين، اربع ماتشات بحرين هنا وهناك بالظبط، وماتشين اليابان مش اعداد بيتهيألك. اكيد طبعا انا معاك في دي طبعا. بص يا كابتن هيثم، هو في حاجتين هيقصوها قدام منتخبنا في خلال البطوله كلها. اول حاجه الاعداد ما كانش على المستوى المطلوب، وده مش تاثيرا من الناس موجوده طبعا، ده الظروف تعمل كده. اللي انت المفروض بطوله عام دي تلعب ماتشات وديه كتير قوي وتلعب مع اكتر من مدرسه، يعني المفروض تلعب مع دول اوروبا كلها، فرق شبيهه بالسويد، تلعب مع الدنمارك، تلعب مع اسبانيا، لازم فرق دي كلها تلعبها وتحتك بيها عشان تستفاد. ما ينفعش يبقى حتى كلها مع المواصلات. بس طبعا احنا غصب عنك اللي انت ظروف مش سامحه انت تسافر، الاجواء مش مفتوحه انك تروح اي بلد اوروبيه تلعب فيها ماتشات وديه، فغصب عنك بتضطر تعمل معسكر داخلي. صحيح. فحضرتك غصب عنك لعبت اربع ماتشات مع البحرين وماتشين مع اليابان. تاني حاجه اللي اثر على نظام منتخبنا برضه وجود الجمهور بصراحه. يعني احنا طول عمرنا كمنتخب مصر الجمهور بيفرق معانا جدا جدا جدا، بيديك دفع وحماس وحاجه كبيره جدا. انت النهارده بتلعب ماتش بدون جمهور، النهارده انت حاسس ان هو ماتش ودي. حتى المنافس قدامك وما فيش اي رهبه، مش خايف منك. ليه؟ مفيش حد، الجمهور بيأثر. وانا افتكر في سنه 99 هنا في الصاله الكبيره ديت كان الفرق وهي بتسخن تبقى خايفه من الجمهور. صحيح. وكان في فرق بتخاف تسخن في الصاله عشان من الجمهور، بتسخن في الملعب الخارجي ويخش الماتش على طول. النهارده عدم وجود الجمهور بقى الموضوع سيام. انا شايف برضو ان في بعض فرق اوروبا زي ما كابتن يحيى بيقول جاهزين شويه. ليه؟ بحكم ان بطوله اوروبا كانت شغاله، تصفيات موجوده، كان في بطوله اوروبا للانديه خلصانه لسه برضو خلصانه، فلعيبه اوروبا الى حد كبير جاهزين وعندهم عملوا احتكاك. احنا باستثناء مثلا لعيب او اثنين في منتخب مصر هم اللي بيلعبوا، يحيى خالد مثلا كان بيلعب، ممدوح هاشم، سند. يعني اتعدوا على اصابع بيت اللعيبه المصريه الموجوده في الدوري المصري، ظلموا ان احنا عايشين على المسكر الداخلي كلها تدريبات بس، ما فيش اي حاجه احتياجات خارجيه. والاتحاد الاوروبي كان ذكي جدا ان هو بعد النهائيات بتاعت الانديه اصلا ان هو يعمل بطوله تصفيات بطوله اوروبا للمنتخبات عشان يبقوا جاهزين. ده اتحاد شغال ان هو عمل اعداد للمنتخبات اللي هي عشان ما فيش سفر وما فيش الكلام ده كتير او معسكرات كتير. فهو عمل بطوله بعد بطوله ابطال اوروبا للانديه، عمل بطوله على طول تصفيات، كل فريق على الاقل لعب ماتشين، فده هيجهز الفرق وتساعدهم طبعا. طب كابتن يعني ممكن يا جماعه بس نستعرض او نحط على الشاشه للساده المشاهدين ميعاد ماتشين مصر اللي جايين. يمكن مصر النهارده وتشيلي خلص، يمكن كابتن يحيى استاذ حضرتك لو يمكن تستعرضوا معانا الماتشين الجايين هيبقوا مع مقدونيا. احنا عندنا مع مقدونيا يوم السبت اللي جاي الساعه 7، وعندنا يوم الاثنين الساعه 7 برضو مع السويد. فدول يعني الماتشين بتوعنا اللي هنلعبهم اصلا باقيين. بس دي طبعا جدول اهو. بس يا كابتن خلي الجدول قدامنا، يعني استاذنكم خلوا الجدول قدامنا شويه. بس انا عندي تعليق صغير يا كابتن، بس انا ليه خدت اليومين قبل ماتش مقدونيا ما خدتهمش قبل السويد؟ يعني دلوقتي انا عندي النهارده لعبت الاربع، عندي خميس جمعه هلعب سبت، ايوه، وبعد كده رايح يوم والعب الاثنين مع السويد، علشان المفروض ان مقدونيا وبكره والسويد هيلعبوا، فلازم تديهم راحه يوم. فهمت قصدك، فهمت قصدك. طب لا، طب هقول لحضرتك حاجه، دي كان حلها ايه؟ دي كان حلها اخد فرقه جامده الاول، مفيش مشكله، ولا ما تحبش تاخد فرقه جامده في لا انت المفروض ان انت البطولات الكبيره اللي انت بتلعب على مثلا اسبوعين ثلاثه بتلعب على بلد، لازم تخش تدريبي اصلا، لان مفيش، ما ينفعش اي منتخب في الدنيا يخش في فور باور بتاعه اصلا، ما ينفعش. بس هقول لك كابتن، في فرق عملتها، ويعني مش في وقت ان انا يعني اقولها بالظبط، بس في منتخبات وفي بيقول لك ببتدي فرقه قويه في الاول ببقى جاي مريح مستعد، بس يمكن كان بيبقى عندهم اعداد قوي. بص، اعداد قوي واحتياج قوي اوروبا، الكلام ده اوروبا تختلف كتير جدا. احنا اصلا معلش يا كابتن هيثم برضو سلاح ذو حدين، ان هو كان ابدا البطوله او خطا طبعا جدا بفرقه زي السويد مثلا، لا قدر الله ممكن اخسر.
ممكن الخساره دي تاثر على نفسنا معنويا. صح. اقصى ماتش كمان فروح الدور الثاني ولا نقطه. بس لو كسبت ما حطك في لا ماشي بلا بالك. هم كانوا عاملين الموضوع ده ان احنا ممكن موضوع فيروس كورونا ده عطل كده وممكن يكون عندهم ان احنا ممكن ما نطلعش الله اعلم. فهو عمل اللي هو يخش تدريجي بحيث ان هو يلاعب. هو كان المفروض ان هو يلاعب شيلي زي النهارده وبعد كده تشيك وبعد كده السويد هيخش تدريجي على ماتش السويد. اما هو ما عملش اداء قوي. انت هو لاعب البحرين هنا مباراتين والبحرين هناك في المنامة مباراتين وبعدين لاعب هنا اليابان جه اما جه هنا معسكر من يوم 11 ضعيف جدا جدا. بالظبط يعني فاهم. فده اداء بالنسبه له مش قوي فلازم غصب عنه اتفرض عليه السيناريو اللي بالزبط. هو يخش بجرادوالي بالظبط لغايه ما يطلع الماتشات المباراه. برضو انت بتجهز كل لعيبتك يعني كل ماتش زي النهارده كده هو ادى فرصه الناس كلها باستثناء مثلا اسلام حسن ما لعبش النهارده احمد الاحمر بس ادى فرصه لكل اللعيبه الموجوده معاه على الدكه. والماتش الجاي ان شاء الله انا برضو احساس لان كل شارك النهارده كابتن كله شارك رؤيه حضرتك كله شارك تقريبا نفس الوقت بالظبط وكان هو كان بيقسم الوقت كمان على اللعيبه كلها وكان ربع ساعه وده بيطلع ويلعب واحد مكان ربع ساعه تاني. وممكن الماتش الجاي تلاقي احمد الاحمر بينزل هو اسلام حسن والناس اللي ما شاركتش ماتش النهارده تشارك الماتش الجاي بيوزع الحمل فبيوزع الاحمال وبيدي فرصه لكل الناس بحيث لما يروح الدور الثاني يبقى لعيبته كلها خدت نفس الفرصه دخلت البطوله دخلت جو البطوله استعدوا لعبوا وابدا انا اركز بقى على فرقتي الاساسيه. يعني انا برضو انا عندي تشكيل بتاعي اساسي بس مش شايف احطه من دلوقتي. صحيح. طب كابتن انا هسال حضرتك بعين طبعا فنيه كره اليد وحضرتك كنت نجم مصر وطبعا وتاريخ طويل جدا الجيل الذهبي. انت شايف المدير الفني لمنتخب مصر بصماته ايه؟ يعني انا كراجل بقعد اشوف بقول والله ده بيعتمد على كذا بيعتمد على اللعب السريع بيعتمد على السنتره السريعه. يعني تقييمك الفني او الفارق اللي عمله المدير الفني هو برضه مش عايزين نقول في فرق كبير. لا فرق مش كبير ولا حاجه بس هو قصه راجل بيقدر يستخدم اولاد معاه. يعني هو راجل نادم ذكي ادائته للملعب كويسه جدا ادائته للجيم وماتش شغال تغييراته كويسه التايم اوت بتاخد في وقته. طب دفاعيا يا كابتن هو دفاعيا برضه ما اقدرش اقول على الفرق دفاعيا طبعا في ماتش النهارده بصراحه انا عشان اجي قدام شيلي واقول لمنتخب مصر سيء دفاعيا. طب هو لعب 6-0 ولا 5-1 طول المباراه؟ 6-0 لعب 6-0 عشان اللي احنا لعبته بتاعي بالظبط. ممكن برضه منتخبنا كان شوافق فيها قوي لحد كبير بس ممكن مع لما الماتش الجاي مع فرق اقوى شويه ممكن الاداء بتاعي يتحسن في الدفاع مع الوقت. شايف كده كابتن يحيى؟ هل حضرتك بتأيد كابتن صابر في نفس الكلام يعني دفاعيا وهجوميا الفرق ايه انت ولا هو ما كشفش عن ورقه؟ كشفش اكيد ما كشفش عن كل حاجه ان هو عنده ماتشات جامده جدا اكيد. مثلا زي ماتش مباراه زي مقدونيا او فرقه السويد هذول كلها عندهم محللين اداء فلازم بيقطعوا ويشوفوا ايه الدنيا عندهم ايه كويس مين خاصه ان في وقت يعني احنا هنلعب السويد الاثنين عندنا بتاع 5 ايام هيحللوا براحتهم بالظبط. ما احنا زي احنا بالظبط ان احنا بكره في ماتش السويد ومقدونيا اكيد احنا عندنا المحلل الاداء اللي عندنا هيشوف الماتش ويقطعه ويشوف نقط القوه والضعف في مقدونيا والسويد وده اللي هيظهر اصلا مثلا للمدير الفني بتاعنا ان هو الحاجات دي توصل له ويقدر يجهز من النهارده ومن المفروض ان النهارده ان هو ممكن يجهز كمحاضرات او لحد كلها او من اول بكره في التمرين يجهز لمقدونيا. مش بس اقول لحضرتك حاجه كابتن يعني كابتن صبري قال كلمه حلوه قال 6-0 ما كناش متوفقين فيها ممكن ده يكون ده مش دفاعه اصلا. يعني لا احنا دفاعنا الاساسي 6-0 في بعض الاحيان ان انت بتدافع 5-1 اذا كان ببكار حاليا ممكن يلعبه 5-1 لو هو او عاوز يلعب عالي مثلا 2-1 او ببكار يضغط على الفرقه الثانيه تمام دخل للمنتخب حديثا وهدي كلها احمد هشام سيسا مش احمد هشام سيسا ده لعيب نادي الاهلي. انا شايفه من اللعيبه المميزين في مصر في 5-1 اللي هو مقاتل وحركته سريعه جدا ويقدر يوقف الحد كلها. فطبعا هو اكيد المدرب مش هيدي كل الخطط الدفاعيه بتاعته اذا كان عايز يلعب 5-1 او 3-2-1 على حسب الطريقه على حسب الفرقه اللي هيلاعبها. بس هو احسن طريقه اصلا في العالم كلها هي بتبقى 6-0 6-0 اذا كانت بالمقابله ممكن 6-0 ممكن تبقى مش على 6 ممكن تبقى على 8 ممكن تبقى على 9 على حسب الفرقه اللي بتلعبها. هو شويته بطلع لهم خطوه خطوتين قدام على حسب طبعا بس تبقى على حسب مساحات يعني انت لو عندك شويته وطلعت خطوه لقدام انت كبرت الدايره بقى عندك مساحات ماشي بس انت مش هتعمل الطريقه دي اصلا لما يكون لسه متدربين عليها. انت مش هتقول لهم فجاه كده يعملوا مثلا 2-1 او 5-1 الا لما يكونوا اصلا متدربين عليها. بس خليني اقول لك كابتن في حاجه واضحه قوي ما اعرفش انتوا حضراتكم اكيد طبعا خدتوا بالكم منها. انا كنت لاحظت منتخب مصر بيسنتر بسرعه يعني انا حتى هم متبرمجين حاسس ان في سوفت وير حاسس ان اول ما الكوره بتحط فينا جون او بنقطع الكوره الترانزيشن بتاعنا عالي جدا. هو دلوقتي العالم كله بكده مش احنا بس اول مره اشوفها مع منتخب بس لا احنا بقى لنا فتره مش هنغزل الاتجاه حتى في الانديه حتى فبقى ده طبعا عند اللعيبه كلها سواء في كل الانديه ان انا داخل فيها جون سنتره سريعه لان بيجيب جون سهل
والعالم كله بقى كده كمان. يعني مش احنا بس، يعني مش حاجه جديده او اختراع، لا ده احنا دلوقتي احنا بنمشي مع اتجاه العالم. يعني دلوقتي راح في اتجاه السرعه كلها، كله سريع. اه دخل فيها جون بجري سنتر، قطعت الكوره بجري بسرعه، فمفيش دلوقتي مجال دلوقتي ان ملعبي بطيء وبطل ملعبي واعمل هجمه منظمه ولما تقعد دقيقه ودقيقتين. الكلام ده عادش الكلام ده خالص. عشان كده دلوقتي برده بتاع السكوب بتاع الماتشات غير زمان. يعني زمان كنت ممكن تلاقي مباراه مثلا 22 20 18 17 النهارده ده كده بدك قليل. في ماتشات بتوصل 40، في ماتشات بتوصل 40 و50 كمان مع السرعات دي، تلاقي كل ثانيه جون. مش بعيد نلاقي اليد بقى يسكروا زي الباسكت كده مع وقت هيحصل يعملوا جون باثنين ولا حاجه كده تقطعوا الباسكت. بس خليني يا كابتن اتكلم مع حضرتك فنيا ومع الكابتن يحيى طبعا اكتر مع ماتش مقدونيا، ماتش السويس. السويد توقعاتكم ايه لما نطلع في الدور الثاني؟ بس خلينا نطلع فاصل اعزائي المشاهدين، هطلع لفاصل سريع وهنرجع بعد الفاصل هنتكلم اكتر فنيا عن ماتشين الفاضلين لنا وتوقعات ايه، وكمان لما نطلع على المجموعه الثانيه هيبقى وضعنا ايه، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، مكملين حوارنا طبعا مع كباتن مصر كابتن يحيى يوسف كابتن صابر حسين. كابتن يحيى اجي لحضرتك، يمكن احنا مجموعتنا الناس حفظتها خلاص. ايوه يعني خلاص شيل كسبنا عندنا المقدونيه والسويد، ولكن الناس عندها شويه مش عارفه بعد ان شاء الله ما نتخطى هذه المجموعه. أيوة. بنسبه كبيره الماتش ده يضمن لنا التاهل. مين يا جماعه؟ طيب طيب خلينا نروح للاتصال. ده معانا طبعا كابتن ياسر لبيب احد نجوم طبعا كره اليد في مصر كلها، واحد طبعا يعني نجوم ورموز الجيل الذهبي. اهلا بيك، اهلا بيك يا كابتن ياسر. كابتن هيثم ازيك اخبارك ايه؟ وسلامي لصابر ويحيى. كابتن لبيب، يا كابتن ياسر يمكن حضرتك في الامارات صحيح ولا انا غلطان؟ لا صحيح. طيب حضرتك تابعت المباراه النهارده وشفت الافتتاح ولا كنت مشغول؟ اكيد طبعا. لا لا طبعا اكيد. طب رايك ايه على الافتتاح يا كابتن والمباراه؟ طبعا هي حاجه مشرفه جدا، الافتتاح والتنظيم والملاعب والعالم كله بيتكلم على اللي مصر عملته وانجازته خلال الفتره اللي فاتت ديت. بالنسبه للمباراه يعني دي كبدايه شيء طبيعي، دي بيبقى اول مباراه وفريق تشيلي فرقه بس يعني ما هياش مستوى عالي، ولكن انا شايف طبعا ان فرصه المنتخب المصري فرصه كبيره جدا في البطوله ديت ان هو يحقق انجاز تاريخي وان هو يبقى من الاربعه اللي في المربع في ظل غياب نجوم كتير من على مستوى العالم سواء في السويد او الدنمارك او المانيا. يعني هي يمكن الفرقه الوحيده اللي جايه كامله هي فرقه كرواتيا. النهارده في بعض المشاكل، لكن اعتقد المباراه النهارده كان المدرب حاول ان هو يجرب لعيبه كتير سواء من الناشئين او الشباب اللي هم برضه لعيبه على مستوى عالي، فحاول يدخلهم برضه في نظام البطوله عشان يعني الناس تتعود على جو المباريات وتدخلوا في جو البطوله، فما هياش مقياس كبير قوي لمباراه النهارده. لكن انا شايف ان فرقه مصر عندها فرصه كبيره ان هي تاخد اول مجموعه، يعني مش هتبقى الموضوع مش سهل قوي بس لازم يبقى فيه جديه اكتر يعني. طب كابتن ياسر، يمكن دخول مقدونيا مكان التشيك، شايف ده يعني مقدونيا الشماليه طبعا، شايف ان ده يعني في المستوى الاثنين تقريبا متقاربين ولا شايف ان مقدونيا افضل من التشيك؟ لا انا شايف ان مقدونيا ممكن تكون اقل من التشيك. يعني فرقه التشيك هي فرقه اتاهلت من بطوله اوروبا، لكن فرقه مقدونيا هي فرقه كانت بره الحزب خالص، فدخولها مكان التشيك وفرقه مش جاهزه، هي مش ما كانتش بتعد نفسها للبطوله، فهي فجاه لقت نفسها جوه البطوله، فدي ممكن تكون سلاح ذو حدين، ولكن يعني انا شايف ان لا يجب عدم التهاون بيهم يعني. لان يعني الفرق دي كلها فرق مستواها ما هياش فرق مستوى قليل، ولكن في نفس الوقت ما هياش عالي قوي. يعني ما نقدرش نقارن مقدونيا بالدنمارك، بس يعني احنا كسبناها قبل كده في بطوله، انا فاكر في بطوله وديه كسبناهم فيها قبل كده. وبعدين انا شايف ان فرقه منتخب مصر بالعناصر اللي موجوده هي عناصر متكامله سواء بالاجنحه، الدوائر، الخط الخلفي، حراس المرمى، يعني يمكن المجموعه ديت ما تكونتش من فتره كبيره. انا شايف من كلام حضرتك ان انت متفائل يا كابتن ياسر، يعني حضرتك شايف يعني الحمد لله. متفائل جدا طبعا. يعني لا متفائل جدا طبعا.
يمكن السكواد اللي موجود والوفره في اللعيبه زائد الاربع لعيبه كمان اللي فوق ال20 اللي طبعا سمح بيهم الاتحاد الدولي، بتهالي ده مدينا مانوفر كويس ان احنا نقدر حتى لا قدر الله لو حصل اصابه او يعني لا قدر الله حاجه فيها كورونا او اصابه عاديه، بتهالي عندنا سهوله ان احنا نريبليس اللاعب ده بلاعب تاني. بالظبط بالظبط، انت عندك مجموعه متكامله سواء خارج الملعب او داخل الملعب، مجموعه متكامله. انا بقول لك يعني ما حصلش التجانس دوت ووجود عناصر بالقوه ديت من فترات كبيره، يعني حتى العناصر الشباب اللي موجوده والناشئين هم احسن لعيبه في العالم في سنهم. صحيح ما شاء الله. ده يعني لا ان شاء الله انا شايف ان يعني لازم نكون متفائلين، ولكن لازم ناخد الامور بجديه اكتر. طب كابتن ياسر، يمكن تفاؤل حضرتك في المجموعه وصلنا، طيب يمكن بعد ما نطلع الدور الثاني ان شاء الله يا رب يا رب، احنا النهارده مباراه النهارده ضمت لنا خلاص التاهل للدور الثاني عشان نطلع ممكن في اسوء الظروف ثالث، ولكن هنرد على بيلاروسيا، روسيا، يمكن سلوفينيا كمان، شايف فرصنا ايه في في الخطوه الثانيه، خاصه الخطوه الثانيه دي هترسم لنا الشكل، يعني هترسم شكل البطوله بالنسبه لنا لقبل النهائي. بص يا كابتن هاتم، انا شايف ان هو احنا صعدنا المجموعه دي لازم نصعد اول مجموعه، ده على اقل تقدير، ودي انا شايف ان الفرصه متاحه جدا. انت ما عندكش الماتش السويدي، يمكن هو الماتش اللي شويه يبقى اقوى ماتش في المجموعه، ولكن فرقه السويدي هي فرقه فيها عناصر كتير، ناقص عناصر اساسيه. فانا شايف ان احنا لازم ناخد الموضوع بجديه عشان اطلع اول مجموعه. طلوعك اول مجموعه ديت، احنا كنا دايما في كاس العالم بنقول ان لو دخلت اول ده بيديني فرصه ان انا العب من الثمانيه الاوائل، تكسب ماتش او ماتشين في المجموعه الثانيه دخلت المربع. يعني كلام حضرتك واضح جدا ان اهم خطوه مش الثانيه، دي الاولى اللي احنا فيها دلوقتي. لا طبعا طبعا لازم تطلع بالاربع نقط. صحيح، لان ده تطلع من المجموعه دي بالاربع نقط لو انت عايز تلعب فاينل او تلعب في المربع. بالظبط. والله كلام طبعا حضرتك يحترم جدا يا كابتن ياسر، وحضرتك حللت الموضوع يعني من وجهه نظر يمكن اللي في الغربه بيبقى شويه يعني شايف الرؤيه، اكيد طبعا من بعيد بتبقى رؤيه اوضح كتير. كابتن ياسر لبيب نجم مصر وطبعا ومنتخب مصر والنادي الاهلي السابق، بشكرك شكرا جزيلا، وربنا معاك ان شاء الله في الامارات ويوفقك ويوفق كل طبعا اخواننا المصريين هناك. كابتن يحيى، تقريبا نفس الكلام اللي حضرتك قلته، نفس الكلام اللي قاله كابتن صابر، يعني المجموعه دي لازم نطلع اول باي طريقه. طبعا دي هتريحك ان انت تخش في الدور الرئيسي باربع نقط، اما تكسب ربنا يكرمنا ان شاء الله يوم السبت يوم الاثنين تكسب مقدونيا وتكسب السويد، فانت داخل هم كده كده يخشوا معاك مثلا الدور الرئيسي اللي هو 24 فريق، يبقى انت داخل باربع نقط، انت كده كده مش هتلعبهم تاني خلاص. خلاص ما انت داخل بالنقط بتاعتك، فانت بالنسبه لك محتاج مثلا ماتش او ماتشين من اللي هي فرقه المجموعه الثانيه اللي هي بسلوفينيا وبيلاروسيا وروسيا مثلا او كوريا الجنوبيه على حسب التلات فرق يعني. فانت عايز مثلا ماتشين كبير، ماتشين او ماتش او ماتش على حسب يعني وكده، فتتاهل دور الثمانيه. بس دور الثمانيه بقى هو ده خروج المغلوب بعد كده. مفيش فرصة. طب انت شايف يا كابتن انه ممكن المفاجآت في المجموعه تساعدنا يعني ممكن احنا بس بتنسى، بس عايزين نفهم الناس بس اللي بتشوفنا دلوقتي وبتسمعنا النظام عامل ازاي. يا ريت اتفضل يا كابتن. يعني احنا نظام البطوله عامل ازاي؟ هم 8 مجموعات. ممتاز. كل مجموعه فيها اربع فرق، 4 في 8 32 فريق، هيطلع من كل مجموعه 3 فرق، 3 في 8 24 24 فرقه. يبقى الدور الثاني دور ال 24. الدور الثاني الفرق اللي انا في مجموعتي دلوقتي زي مثلا لا الاول الثمانيه اللي هيخرجوا هيلعبوا كاس مكاس الرئيس، كاس الرئيس خلاص. بالظبط. احنا دلوقتي اخش مجموعه الدور الثاني، هروح على المجموعه الثامنه اللي فيها سلوفينيا وبيلاروسيا وكوريا الجنوبيه وروسيا. تمام. الفرق كانت في مجموعتي زي السويد مثلا ومقدونيا، هروح معاهم بنقطي. تمام. فانا عشان كده كابتن يحيى بيقول، كابتن ياسر لبيب بيقول احنا لازم نطلع الاول مجموعه. اول مجموعه دي انا هبقى كسبان السويد ومقدونيا، هي معايا اربع نقط. ممتاز. لما اروح الدور الثاني هكسب ماتش او ماتشين ان شاء الله، معايا 6 او 8 او 7 ضمنت اسوء ظروف في الثاني مجموعه، يعني ضمنت اول ثاني مجموعه كده، انا بنسبه كبيره قوي حطيت رجليا في دور الثمانيه، يبقى انا كده حطيت رجليا في دور الثمانيه وربنا بقى بالظبط يسهل دور الثمانيه. كابتن يحيى بيقول بقى خلاص دور الثمانيه ان شاء الله ظروف المغلوب خلاص، يعني انا وصلت هنا للثمانيه من احسن 8 فرق في العالم موجودين بقى ان شاء الله، يعني ايا كان بقى مين اللي وصل خلاص. ماتش واحد في 8 دخلني مربع، دخلت مربع كده بنا كده عملت خطوه جديده بالنسبه للجيل دوت او للمنتخب موجود حاليا، بعد كده خطوه كمان
قبل نهائي ونهائي الموضوع مش هيبقى صعب. طب يا كابتن ليه ما نحلمش ان احنا نوصل نهائي؟ ما انا قصدي كده بس احنا كابتن ناخدها خطوه صح. لازم الاول نخش الثمانيه وكده الثمانيه نخش دور الاربعه ونوصل نهائي. احنا خطوه بقى كلامك كده. ثانيه هو ليه يعني بيقول ان اللي عشان توصل لكل دور ليه حسابات ثانيه وتكتيك ثاني بدماغ ثانيه على حسب الفرق انت هتقابلها. يعني انت ما توصل دور الثمانيه زي كابتن صابر بيقول انت هتلاعب ثاني مجموعه هناك فبرضه فرقه بس ثاني مجموعه بقى هتلاقي فرقه من اوروبا فرقه ثقيله شويه. بس اللي بيفرق بقى معانا ان انا شايف متفائل برضو ان احنا منتخبنا كويس في بدايل كتير قوي. يعني انت عندك 24 لعيب بره، اربعه بره خلاص ال20 وعندك 20 كلهم جاهزين. انت عندك بدل الواحد في مركز عندك ثلاثه وثلاثه كلهم كويسين. يعني في دي ما حصلتش من زمان جدا ان انت مثلا الجيل الذهبي لمنتخب مصر زي ما كابتن صبري وكابتن ياسر كان بيتكلم ان ما كانش فيه عناصر ثلاث لعيبه في مركز او مستوى متقارب جدا في مركز واحد. ودي تحسب طبعا للناس الموجوده في الاتحاد او اللعيبه على مستوى مصر. وكان كمان عندك كميه ست لعيبه او سبع لعيبه كمان محترفين ما كانش ظاهر الكلام ده. ما كانش الاحتياج بيختلف. فانت عندك بدل اللعيب في مركز واحد وكان عندك مشكله زمان ان ممكن يكون لعيب او اتنين هم كويس، لا انت عندك ثلاثه في مركز واحد دلوقتي فتفرق كتير. طب كابتن يحيى يمكن التاريخ لا يكذب والارقام ابدا أكيد. لا تكذب، ممكن تتجمل بس ما بتكذبش الارقام. ايوه فاحنا عندنا جدول او عندنا احصائيه طبعا حضرتك يعني مشكورا بعتها لنا المنتخبات الحاصله ايوه الحاصله على ميداليات كاس العالم. يعني الاحصائيه دي احنا طبعا وفرناها لحضراتكم مع فريق طبعا التحليل عن اكتر الدول اللي حصلت على ميداليات في بطولات العالم. يعني يمكن نستعرضها مع بعض وفيها مفاجات على فكره للناس. اتفضل يا كابتن. طبعا المنتخبات الحاصله على ميداليات في كاس العالم اصلا ميداليات عموما يعني هي اكتر فرقه حصلت على كاس عالم هي فرنسا طبعا بستة ذهب وواحده فضه وواحده برونز. الدوتر كله واخد 11 ميداليه يعني في 11 بطوله فرنسا كان ليها وجود في الثلاثه الاوائل. طبعا واخده 6 ذهب من كام نسخه من 7 النهارده البطوله دي 27 نقول من 26 7 بطولات 6 خدوا اول وواحده خدوا فيها ثاني واربعه برونز يعني قصدي اقول لحضرتك ده وصلوا يعني قصدي اقول لحضرتك احنا البطوله اللي منظمه دي البطوله 27 بالظبط. يعني احنا هنتكلم على 26 لسه البطوله دي بالظبط. ف 26 بطوله فرنسا واخده 11 ميداليه يعني تقريبا يا كابتن نص. لا بس لا برضه معاها 11 ميداليه بس متنوعه هي السويد بس هي واخده اربعه ذهب وثلاثه فضه واربعه ده السويد. لا انا قصدي اقول لحضرتك ايه انه 11 ميداليه في 11 بطوله كان ليها وجود على المنصه منصه التتويج صح. انا بدك فرنسا بدك من فرق اللي ليها باع كبير في كره اليد ومش في المنتخب دوت بس ممكن فرنسا بطل عالم في الشباب وكسبناهم صح كسبنا طبعا وبطل في الناشئين. وفرنسا من الدول اللي بتشتغل وعندها مدرسه خاصه بيها وبتشتغل وكل فتره ممكن يحصل لها كبوه بس الكبوه ميزه عندهم ما بتطولش سنه وتطلع تاني. سنه سنتين وتلاقي منتخب مصر راجع بشكل جديد جدا. طب ربنا يسهل ما نتقابلش مع فرنسا. بس خلي بالك ان فرنسا يعني فرنسا عندهم ميزه ان هم بيلعبوا مثلا على البلان اللي هو مثلا بيعايز مثلا بيعملوا خطه مثلا 10 سنين شغالين عليها. الكلام ده مش اللعيبه بس ده بيعملوا الكلام ده على المدربين كمان ان هو يجيبك مثلا مدرب عام مثلا ده يقعد مثلا سنتين ثلاثه عشان بعد كده بيجهزه ان هو يبقى اول مدير فني. طبعا 11 ميداليه مش الناس دي طبعا بطولة. فرنسا طبعا. طب مين في المركز الثاني يا كابتن جاي في هي طبعا المركز الثاني في البلاد الذهبيه طبعا هو السويد واخد 4 ذهب 3 فضه 4 برونز طبعا يعني برده 11 برده 11 ميداليه الميداليه برضو كتروين هو في المنصه طبعا. طب احنا هنلعب السويد يعني ان شاء الله يوم الاثنين. لا السويد اختلفت شويه ان هي جددت لحد كلها تاني مره جد وعندهم كمان اصابات بكورونا ما جوش يعني تفرق كتير جدا نصيب طبعا يعني اكبر دولتين دلوقتي واحد فرنسا اثنين السويد اكتر الدول حاصله على ميداليات في بطوله العالم. طب المركز الثالث يا كابتن هي رومانيا بس رومانيا زمان يعني مش رومانيا مش دلوقتي مش في الالفيه دي اصلا رومانيا من الالفيه زمان كانت وسبعينات بالظبط. هي واخده 4 ده كابتن صبر لا مش قوي كده حاجه رومانيا يعني انت ما شفتش رومانيا بتاخد ميداليات لا لا هو الكلام ده في السبعينات والثمانينات احنا سمعنا بس ان واحد سمع بس برضه خلاص كتبوا باسمهم 6 ميداليات يعني 4 ذهب واثنين فكده في المركز الثالث رومانيا. طب الرابع مين يا كابتن؟ هو الرابع لو عجيبه شويه بحس ان اسم المانيا بالدوري الالماني وفرق كتير جدا هو واخده 2 ذهب واخده 4-5 بطولات 5 ميداليات بس 2 ذهب و2 فضه وواحده برونز واخده التوتال كله 5 ميداليات. ماشي يعني المانيا بكل الهيلمان ده كله احنا بنتكلم انها في المركز الرابع ب
خمس ميداليات يا كابتن. بس المانيا برضك، لا بس المانيا برضك زمان شويه، ارجع زمان شويه كان في تقسيم، كانت المانيا غربيه والمانيا شرقيه. لكن دلوقتي بعد ما توحدت ما هو ماشي، بس حتى لو هم في المانيا الشرقيه الغربيه صح بالظبط يعني في المانيا الشرقيه بس اتحسبت لهم يا كابتن، محسوبه اهي، محسوبه بطوله يعني دوب. يعني هقول لحضرتك مثلا بطوله واحده ذهب ايوه سنه 1938 بالزبط. لا 1938 كانت المانيا كانت لسه ما اتجزئتش قبل الحرب العالميه، ولوب اثنين في المانيا الشرقيه، اثنين فضه واثنين برونز. والمانيا الشرقيه سنه 1958 والمانيا الغربيه 1961 وعندك المانيا 2007. بس من 2007 يا كابتن صابر المانيا ما خدتش ولا ميداليه. بس قول حاجه برضو يا كابتن هيثم، احنا بنتكلم على توتال تاريخ الدول ده، لكن التاريخ دوت مش هو المستوى الحقيقي دلوقتي. كلام جميل. في فرق، في فرق ممكن ما حيتش مش موجوده في الجدول خالص، في الجدول بس بتخوف، بتخوف وتعمل لك قلق. وممكن فرق خدت مره مرتين وتلاقي يعني شكل كبير قوي، يعني ممكن عندك فرق زي النهارده زي الدنمارك في السابع، هي سابع دوله بس تخوف. الدنمارك طبعا فرق النهارده من فرق اللي تعمل لها اسم، هي واخده اخر بطوله، هي واخده اخر بطوله عالم، وفرق تقيله جدا عندك. مثلا فرق زي اسبانيا من فرق. طب انا هقول لحضرتك بقى حاجه اللي هيدينا مؤشر صح، هنخلي كابتن يحيى طبعا يستعرض بقيه الجدول يمكن اول 10، وهقول له كمان يعني مشكورا يعني حضرتك تستعرض معانا برده اخر مجموعه او اخر يمكن كام نسخه من البطوله. بس خلينا نطلع لفاصل اعزائي المشاهدين، هنطلع لفاصل سريع وارجع لحضراتكم عشان بعد الفاصل نستعرض معاكم اكتر الفرق يعني يمكن في اخر 10 سنين كان الوضع ايه، واكتر الفرق كمان حصول على ميداليات في بطوله العالم على مدار التاريخ، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، مكملين حوارنا مع كابتن يحيى يوسف وكابتن صابر حسين. كابتن يحيى هنكمل استعراضنا لل يمكن اول الدول اللي حصلت او تاريخها اكتر دول في التاريخ حصلت على ميداليات في بطوله العالم. كنا وصلنا للمركز الرابع المانيا، المركز الخامس، المركز الخامس طبعا روسيا، بس روسيا قبل يعني بعد ما فكيك من الاتحاد السوفيتي. تمام، يعني روسيا بس كم ميداليه كانت واخده؟ اثنين ذهب وواخده واحده فضه، هو عنده كلها ثلاثه. طيب بعديها ليها طبعا اسبانيا واخده ميداليتين ذهب وواحده برونز، برده ثلاث ميداليات على مصر طبعا. بعد كده اول مره هو الدنمارك تحصل على بطولة عالم الماضية، فهي دي بطولة عالم واحدة بس خليتها تنط في الجدول بقت السابع، مع انها واخدة بطولة واحدة بس يعني. بعد كده كرواتيا واحدة، هو ده يأكد كلام كابتن صابر، بس وصل ثلاث مرات، وصل ثلاث مرات، خد فضية ثلاث مرات وخد واحدة برونزية. يعني برافو عليك يعني فضي، يبقى انا وصلت فاينل ثلاث مرات، يعني وصل المربع ست مرات، خمس مرات في المربع. هي زيها زي كرواتيا بالظبط، كرواتيا بالظبط برضه واخدة واحدة ذهب، ثلاثة فضة، واحدة برونز. اليوم تشيكوسلوفاكيا طبعا بعد قبل ما تتفك تشيكوسلوفاكيا بالظبط كده، كانت واخده برضه واحده ذهب اثنين فضه، واخده اثنين برونز برضه خمسه. نرجع بقى تاني للاتحاد السوفيتي قبل ما طبعا ما يتفك، كانت واخده واحده ذهب اثنين باثنين فضه طبعا. يجي بقى يوغوسلافيا برضه بعد الفك بقى بسلوفينيا والكلام ده كله، كانت واخده ميداليه ذهب وميداليه فضه واثنين برونز طبعا. بعد كده المانيا الغربيه والمانيا الشرقيه والنرويج وبولندا والمجر والنمسا طبعا. قطر واخده ميداليه فضه، يوغوسلافيا واخده اثنين برونز. بس كابتن يعني يمكن الغريب ان ما فيش دوله اسيويه غير قطر فقط هي اللي موجوده في الجدول ده، يمكن يعني برضو صح يعني بالزبط. كلهم تقريبا دول اوروبا كانت بالظبط، هي ايه لعبه كلها حكايه اوروبا بنتكلم بالموسيقيه يعني اللعبه كلها حكايه اوروبا ان هي اختراع اوروبي. المستوى الفني فيها عالي جدا في اوروبا، اوروبا كل حاجه عندها كود جديد، كل حاجه طرق اللعب اساليب اللعب اساليب التدريب احنا بناخد من اوروبا، يعني احنا بنحاول ناخد من اوروبا ونحاول نطبق، يعني احنا حتى بنجيب مدربين اجانب من اوروبا يجي يشتغلوا عندنا في مصر. يعني داوت ان اوروبا هم يعني مصدرنا كل حاجه، اللعبه متوطنه في اوروبا بالظبط، عدد الفرق اكبر، اوروبا مفتوحه على بعضها مسافات البطولات، فتلاقي الموضوع عندهم مختلف شويه. طب كابتن خلينا نشوف من الالفيه، عايزين كام حاجه بس احنا نقول، عايزين نقول ان اول بطوله عالم اتعملت امتى؟ سنه 38 38 دي كانت اول بدايه. حلو، بس طبعا احنا مش هنتكلم عن ده كله، خلينا نتكلم في اخر 20 سنه. تمام، من سنه 2000 لحد النهارده 20 سنه، نشوف الدول اللي متربعه على عرش البطولات العالم. يعني هنلاقي حاجة غريبة جدا، هنلاقي فرنسا من 2001 لحد النهاردة 2021 20 سنة بالظبط خدت البطولة خمس مرات. هو ده اللي عمل يعني خمس مرات طبعا، خمس مرات من 10 بطولات، من 10 بطولات واخدة خمسة. فرنسا واخدة في الألفية الحديثة بالظبط، القرن اللي احنا فيه بالظبط 20 سنة من 2001 لغاية ما نقولش 20 بقى 20 نقول لغاية يعني 2019 لغاية 2021 بالظبط، من 2001 ل 2021 20 سنة بالظبط، واخدة خمس مرات من 10 بالظبط. واسبانيا مرتين، طب لا خمسة من تسعة بقى يا كابتن، واحد عشرة، لا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة
لا 10 10 واخده من 5 من 10 5 واخده النص. طب قول لي تواريخهم يا كابتن. فرنسا خدت بطوله العالم 2001 كانت موجوده في فرنسا تمام، وفرنسا كسبت بطوله العالم 2009 2009 2011 في كرواتيا. خلي بالك في الدوله المضيفه كانت في كرواتيا تمام. كسبت 2011 في السويد، ده كسبت 2 ورا بعض، كسبت 2015 في قطر وكسبت 2019 في فرنسا، يعني واخدين بطولتين ورا بعض. خلي بالك كابتن في حاجه كده يعني مؤشر كده، هي بتكسب 2 وتجلي 1 بالظبط، تكسب 2 وتجلي 1. هي فرنسا دلوقتي بعيد شويه عن مستواها، هي جامده هي جامده بس بعيد شويه عن مستواها يعني، وكان فرنسا لو وصلت دور 8 بعيد انها توصل، مش هي مش هي بصراحه. ان حتى في اخر اسبوع اللي فات في اصابات تصفيات اوروبا برضك ماشي، بس مش هو ده منتخب فرنسا اللي كان بيخوف الناس. طب يعني كابتن مين في ال 20 سنه بعد فرنسا حضرتك شايفه؟ يعني انا برضو شايف كل الموضوع كله يعني عشان برضو دولت هتلاقي برضو داخل مع فرنسا بقوه، برضو هتلاقي المنتخب الاسباني يعني هتلاقي برضو منتخب اسبانيا فاز مثلا مرتين 2005 في تونس وفاز 2013 في اسبانيا في البطوله تمام مرتين، يعني اسبانيا كده واخدها مرتين اهي مرتين. بعد كده بقى في فرق بقى زي المانيا والدنمارك، كل الفرق خدت مره يعني كل فرقه خدت مره بس هو يعني يمكن فرنسا لاخر 20 سنه هي بالظبط اخر نسخه الدنمارك فعايزين نقول ان فرنسا بقى لها فتره مطبعه على عرش اللعبه بصراحه، يعني الفرق بتقدم بقول لك مستويات ثابته، ولما بتجلي حتى الدوري قوي يا جبتي الدوري حتى لو مش لا او في دوريات اقوى، يعني في الدوري الالماني اقوى، في الدوري الاسباني اقوى شويه، بس فرنسا عندها منتخب كويس جدا، عندها لعيبه بيلعبوا في كل حته في اوروبا منتشرين، ودوري الفرنسي مش ضعيف برده، مش سيء، بس انا بقول حاجه كده فرنسا لما بتقع ما بتقعدش سنين تجمع بعيده لا بيقعد سنه سنتين، واللي بتقعد ده جاي بقوه وجاي بيجي مش يجي يظهر، ده بياخد بطوله كمان بيجي عشان يكسب يعني انا افتكر مثلا سنه 99 منتخب فرنسا هنا سنه 95 فرنسا كان بطل العالم فرنسا 99 في مصر فرنسا ما كسبتش حاجه، فما ساعد المدرب بتاع منتخب فرنسا ازاي بطل العالم وبطوله ثانيه يطلع السادس وبعيد جدا في حاجه، قال لهم لا احنا دلوقتي بنقدم منتخب ان شاء الله هياخد بطوله العالم 2001 وحصل فرنسا، يعني مش بطوله جايه كمان في فرنسا 2001 وحصل فعلا 2001 فرنسا بطوله العالم خطط. فناس بتخطط بتشتغل صح، عارفين هم رايحين فين، مفيش حاجه عشوائيه في الشغل، فدي الناس اللي بتنجح عشان كده هم دلوقتي ناجحين. طب كابتن يمكن كابتن يحيى في بعض الارقام يعني اللي حضرتك وفرتها لنا، يمكن عدد مرات استضافه بطوله العالم، يمكن اكتر دوله استضافت بطولات العالم المانيا. المانيا 7 مرات ولسه دي اول بطوله طبعا 38 و58 و61 و74 و82 و2007 و2019 وهي اللي هتنظم البطوله 2027 يعني كل ده 2027 يعني البطوله اللي جايه اصلا هتتعمل في قالوا لي هنا هتتعمل في بلغوني هم بولندا أيوة. انا اقول لحضرتك في بولندا والسويد بالظبط، هتبقى بولندا والسويد البطوله اللي جايه 2023 ايوه. طب تاني دوله يا كابتن من حيث عدد مرات الاستضافه برضو بعديها السويد استضافت البطوله 4 مرات. مش غريبة يا كابتن حاجه تلاحظت حاجه ان هم برضو اكبر دولتين خدوا ميداليات المانيا والسويد، يبقى ده فرنسا عندك ايوه لا انا بتكلم مش في 20 سنه بتكلم، انت لو شفت الجدول اللي قبل منه المانيا والسويد اللي هم كانوا اكتر دولتين، لا اكتر دولتين حصلوا على ميداليات كان فرنسا والسويد، انا اسف فرنسا والسويد. فمعنى كده ان انت كل ما بتطلب استضافه البطوله لما انت واقف على رجلك. طبعا هما بينجحوا في استضافه البطوله، دوله عموما اي دوله اوروبيه بتنجح في الاستضافه لان عندهم بنيه تحتيه اصلا، مش قصدي على لا انا قصدي على الفنيات، الفرقه اللي بتتقدم تستضيف البطوله بتبقى شعره ان منتخبها قوي تقدر تكسب. طبعا فلما المانيا والسويد يعملوا والدنمارك اهو، يعني الدنمارك برضو استضافت انت عندك السويد كمان السويد كمان هتنظم 23 كمان، يعني البطوله الجايه هي وبولندا هتنظم يعني 23 هيبقوا 5 مش 4 هيبقوا 5 معلش بس الدنمارك اللي هي كانت عندها السنه اللي قبل اللي فاتت دي هتنظم 25 يعني بص هو واضحه كده الدنيا رايحه في المانيا السويد الدنمارك فرنسا كرواتيا. لا هم بيعرفوا هم بيعرفوا يجهزوا يعني ماشي بس هي مش هتجهز، الدنمارك مش هتجهز لوحدها، هي معاها كرواتيا بس ومعها النرويج يعني ماشي بس 25 ثلاث دول مشتركه في التنظيم، اذا كان النرويج ماشي او الدنمارك وكرواتيا
الثلاث دول دولت هم اللي هيستضيفوا كاس عالم 25. ثلاث دول يعني ما شاء الله احنا هيبقى والفرقه هتبقى 24 مش 22 24 كل هي كانت اول يعني مره يحصل كما يعني كنت يعني مصر خدت عبء جامد جدا. طبعا في ظل يعني الظروف دي كلها وبزود عدد الفرق عليك واللي انت محتاج توفر اماكن والحاله الطبيه والناس خايفه تسافر والناس خايفه تسافر وفي لعيبه كمان كانت رافضه تيجي يعني في كان في نجوم من منتخبات المانيا والدنمارك لما سمعوا ان البطوله في جمهور قلقوا كمان يمكن قرار عدم مشاركه الجمهور او دخول الجمهور ريح ما هو رابطه اللعيبه المحترفين في اوروبا بلغ الاتحاد الدولي ان في لعيبه خايفه تيجي وده برضه حاجه طبيعيه الاستجابه من الدوله المصريه دي برضه حاجه طبعا بص يعني احنا مش هينفع نعمل بطوله ونظم ونعمل كل حاجه لا ويجي في الاخر فلان ما يجيش او لعيب مثلا نجم ما يجيش عشان مثلا خايف يجي عشان حاجه لا تعالى العب وما فيش اي مشكله خالص طبعا بس بجد انا بشكر طبعا دكتور حسن مصطفى ان هو اصلا ان هو اصر برده هو رئيس الاتحاد الدولي وقال كده في ان هو اصر ان هو على ثقه كامله بمصر وحياته كلها ان هو يقدر يعدي بالبطوله ان شاء الله لبر الامان ان هو كمان مع استضافه كمان 32 فريق يعني فنادق وباصات وملاعب وتجهيز ملاعب حاجات دي سهله واجراءات احترازيه طبعا لا بس برده جنب كان دوت نياحه برده ان الدوله برده بقدر الرئيس فتح السيسي تستجيب برده وتقول حاضر وتوفر كل الامكانيات وكل حاجه عرفتك ان ما تاخدش وقت يعني عايزين صالات جديده الناس عامله صالات جديده وعلى اعلى مستوى يعني بصراحه ما احنا صاله في اكتوبر حاجه مفخره بصراحه والله انا اتمنى المنشات دي نحافظ عليها بصراحه وانا قلت كده في حاجه كبيره والله ونزودها كمان ان انت ما تخش صاله زي كده انت تحس انت مش لا انت عايز اقول لك ان شاء الله ربنا يكتب لنا ونروح المدينه الرياضيه الجديده في العاصمه الاداريه حاجه يا كابتن انا شفت جزء منها شفنا حاجه وهم يعني الصاله دي جزء منها بالظبط جزء منها بقول لك احنا عندنا دلوقتي انشاءات وبنيه تحتيه كبيره جدا بس احنا محتاجين نحافظ على الكلام ده كله ان الكلام ده مشينا احنا دلوقتي الكلام ده لينا ولاولادنا والاجيال اللي جايه كلها ولما حتى لما يجي بقى نطلب بصفه اي بطوله الموضوع بقى سهل الموضوع بقى سهل بدل ما نبني لا احنا عندنا حاجات موجوده وبنزود كمان طيب خلينا كابتن نستعرض طبعا تاريخ منتخب مصر بطولات العالم عشان الناس تبقى عارفه احنا عملنا ايه ولكن خلينا نطلع لفاصل اعزائي المشاهدين هطلع لفاصل سريع عشان نرجع نتكلم عن تاريخ منتخب مصر في المشاركات في بطولات العالم ولكن بعد الفاصل اهلا بحضراتكم من جديد ومكمل حوارنا مع كابتن يحيى يوسف والكابتن صابر حسين كابتن صابر يمكن عايز استعرض مع حضرتك تاريخ مصر او يعني مراكز مصر يعني خلال المشاركات في بطوله العالم يمكن كان بدايتها سنه 1964 اتفضل يعني كنا احنا بصينا على تاريخ مصر في كاس العالم هنلاقي مصر شاركت في عدد لا يقل عن 15 بطوله تمام 15 بطوله واللي احنا فيها دلوقتي 16 تمام. اول بطوله لينا شاركنا فيها سنه 64 وصلنا فيها على المركز 14 وكده غبنا فتره كبيره جدا كنا غايبين على كاس العالم لحد 93 30 سنه كده غايبين 30 ايه ده 29 سنه كتير قعدنا فتره كبيره غايبين طبعا طبعا انا ما اقدرش اقول لك 93 دي في عودك في وجود بقى كابتن حسن مصطفى بالظبط دي كانت الطفره بتاعت الهاندبول في مصر وكانت الطفره من سنه 90 كمان مش 93 يعني بس احنا كنا دخلنا في الطفره خلاص ان بدايه الهاندبول والطفره على مستوى افريقيا او على مستوى العالم سنه 90 خلي بس نوضح لساده المشاهدين تاني احنا اول بطوله اشتركنا فيها 64 سنه 1964 قعدنا من 64 زي ما كابتن صابر بيقول لغايه سنه 1993 ما نشاركش 29 سنه مصر ما بتشاركش اتفضل يا كابتن بعيد لينا ما اعرفش طبعا كان واحد لا احنا بنتكلم على تاريخ بالظبط الاسباب بقى لكن موضوع تاني لكن اول ما دخلنا وبدانا نشارك من 93 لحد النهارده ما فيش بطوله مصر ما شاركتش فيها يعني تمام. بالتسلسل كده شاركنا 93 و95 و97 و99 و2001 كنا ماشيين في التسلسل لحد النهارده افضل مراكز خدناها ايه يا كابتن افضل مركز طبعا لمنتخب مصر هو 2001 حضرتك لعبت فيها يا كابتن كنت موجود فيها الحمد لله عند ده خدنا فيها رابع عالم وكان شيء انجاز في فرنسا صح كانت فرنسا موجوده وكان ممكن نحقق احسن من كده كمان دول طبعا الناس طبعا كنا فاكره وعارفه الظلم اللي حصل على منتخبنا ايامها تتلعب فرنسا في فرنسا فرنسا قبل النهائي الماتش ده فرنسا في فرنسا فده كان يفرق فاكره يا كابتن طبعا يعني احنا لو قابلنا لو كنا في المربع الثاني كنا وصلنا فاينل لا احنا اوريدي كنا خلاص شبه واصلين وهم الناس كنت عارفه لو منتخب مصر عدى ماتش فرنسا ووصل النهائي بناخد كاس هناخد كاس ان شاء الله ما فيش جدال خسرنا فرق قد ايه يا كابتن خسرنا فرق 3 اهداف والشوط الاول منتخب مصر كسبان 3 اهداف فرق 3 يعني خسرت الشوط الثاني 6 الشوط الثاني الحكام اختلفت ما بين بقى كارت احمد هنا ودقيقتين وطرد ونلعب ناقصين ولعب فرنسا كسبنا 3 بس طبعا بالظبط فعملنا يوميها ملحمه يعني احنا عملنا ملحمه حتى جمهور فرنسا في فرنسا نفسها لما كان بيشوفوا اللعيبه في الشارع بيقولوا لهم انتوا قطوع حق منتخب فرنسا والصحافه الفرنسيه يوميها برضو كانت في فرنسا الفرنسويين صعدوا وعاملين كاريكاتير كده اسمين الهرم
وياسمين لعيب فرنسي بيطلع الهرم ودو فرنسا سقطت الهرم بصعوبه بمساعده الحكام. طبعا ده بدون الصحافه الفرنسيه نفسها. طبعا بص هناك في مصداقيه الناس عندها مصداقيه وشايفه وعارفه احترام العالم اكيد طبعا اكيد والحمد لله لحد دلوقتي لسه مش عارفين نخسر هذا الحاجز. يعني تاني افضل مركز كان امتى؟ التاني كان خدنا مركز سادس مرتين 95 و97 مع بعض. خدنا سادس ايسلندا 95 واليابان 97 صح. وبعد كده خدنا السابع في مصر 99 صح. يمكن الجيل ده التسعينات هو احسن بالظبط يمكن من 93 لحد 2001 سادس سابع رابع يعني عدنا فتره الطفره كده قعدنا فتره بلاش بعيد شويه من 2003 بعدنا شويه رجعنا اخر بطوله 2019 اللي احنا خدنا فيها تامن من 2003 2017 كنا بعيد بعيد شويه 14 16 بعيد شويه في الترتيب يعني كنا شايفين نعدي 16 نوصل مش عارفين نوصل خلاص لكن في اخر بطوله في 2019 ديت الحمد لله ربنا وفقنا قدرنا نكسر هذا الحاجز ونعدي عشان كده البطوله دي في مصر الناس والطموح لينا كلنا كمصريين وناس بتحب اللعبه عايزين نعدي دور الثمانيه ودور الاربعه كمان يعني عشان كده احنا شايفين ان منتخب مصر قادر يعمل دوت الاجواء اللي فيها البطوله والفرق والنقص اللي فيه الفرق والحمد لله البطوله في ملعبنا برده وكل حاجه متوفره للعيبه فربنا يسهل ونوصل ان شاء الله. كابتن يحيى يمكن برده في احصائيه كده عن اكتر اللاعبين اشتراكا في كأس العالم او بطولة العالم يمكن هم ثلاثة يعني هو اول محمد النقيب محمد النقيب حارس المرمى حارس المرمى ده اكتر اللاعبين على التاريخ مشاركة في بطولة العالم 11 مشاركة 11 مشاركة ما شاء الله ماشي وبعد كده احمد الاحمر وبعد كده حسين زكي ده اكتر ثلاثة شاركوا حمادة النقيب حارس المرمى احمد الاحمر لسه بيلعب لغايه دلوقتي وبيتهيألي هل لو لعب احمد لعب البطوله دي ممكن يتساوى مع حمادة النقيب ولا بيتهيألي مش فاكر انت لا ما صعب لا حمادة النقيب مفيش حد هو حمادة غسل ده خلي بال حضرتك المشاركه دي اقول لك ليه مش ممكن حارس مرمى ايوه بالظبط حارس مرمى ممكن يقعد 40 سنه بالظبط ما فينا محمد قاعد كده حمادة اعتزم من فتره ده يعني مش بعيد يعني قاعد فوق ال 40 فعمر ما في لاعب اكيد هيعدي ال 40 ده هيوصل ازاي ده ده يكون متدغدغ ها؟ لا عصام الحضري كده لا ما الاجوان بتوصل انما اللعيبه بتتدغدغ بدري ويمكن يعني. احمد الاحمر وبعد كده حسين زكي بس خليني اقول لك كابتن ان هو يعني تاريخ مصر مشرف يعني في الفتره اللي اشتركت فيها ان احنا نوصل يمكن التسعينات اكتر حقبه كان فيها طفره. بص حضرتك احنا اعتقد ان الفتره الجايه دي هيبقى في تحسن كتير جدا في المنتخب المصري ان احنا نزلنا بالاعمار وان احنا نشارك بحوالي 3 لعيبه مولود 2000 في الشباب في بطوله زي دي ده انجاز ما كانش بيحصل. صحيح. يعني انت تشارك 3 لعيبه مفروض مثلا زي احمد هشام دودو وحسن قداح ومفروض ان حميد مواليد 2000 ان انت بتعد منتخب كمان منتخب مصر قدام يديك كمان كام سنه. صحيح. طبعا كمان عندك منتخبين للسنه 2019 واخدين كويس جدا منتخب الشباب كابتن طارق محروس طبعا واخد ثالث عالم شباب ده حاجه كويسه جدا طبعا مع كابتن مجدي ابو المجد في الناشئين مواليد 2000 واخد اول ده فدي نواه اصلا ان يكون عندك منتخب هو ده اللي المفروض يحصل اصلا عندنا. طب نحافظ على ده ازاي يا كابتن؟ يعني دلوقتي عندك فرقتين طالعين جامدين قوي وكابتن ياسر لبيب من في الامارات قال لنا على الهاتف ان انت عندك في اعمارهم هم احسن لعيبه في العالم. بص حافظ ازاي بقى انت عندك في ناس في المنتخب حاليا مواليد 98 عندك عناصر ماشي كده 98 يعني عنده 22 سنه و2000 كمان سنه وعندك 2000 ما بالك كمان ان في ناس بره خلي بالك انت اللي موجودين دولت ال 24 لعيب في كمان ناس كويسين كمان بره وصغيرين في السن لسه يعني انت عندك هو النهارده حصلت حاجه ما كانش بيحصل قبل كده زمان كان ممكن يطلع لعيب كويس في الشباب والناشئين عشان يجي يخش في المنتخب الاول ويشارك في بطوله كان بياخد وقت يقول لك لا لسه صغير في لعيب كبير عنده خبره شويه لسه بدا عليه لما يستوي لما فكل ده من عمر اللعيب يعني انا افتكر اول بطوله ليا دوليا وانا عندي 23 سنه مثلا انما لو ابتديت صغير 20 بالظبط وانت حابب كده النهارده المنتخب ده موجود زي ما حضرتك قلت نحافظ عليهم ازاي؟ نحافظ عليهم ان احنا اللعيبه دي تكون موجوده في المنتخب. مصر منتخب مصر النهارده هتلاقي تيجي تبص لقوام المنتخب هتلاقي فيه اربع خمس لعيبه من 98 هو فريق الشباب اللي خد ثلاث لعيبه. قوام المنتخب اللي يلعب دلوقتي بالظبط المنتخب بتاع 2000 اللي خد بطوله العالم هتلاقي برده فيه ثلاث اربع لعيبه موجود في المنتخب وفيهم النهارده ناس شاركت يعني في النهارده دودو شارك حسن وليد شارك وفي حميد موجود مع المنتخب حارس المرمى ففي ده موجود. المحافظه بقى ان الناس بتاخد موجوده وبتاخد خبرات مع الوقت احتكاك طبعا بطوله عالم بطوله افريقيا بيبدا يشتغل ممكن مع الوقت يجي له عقد احتراف يطلع اوروبا كمان زي سند ودودو وناس انت حضرتك عندك خالد وليد لا يحيى خالد يحيى خالد مواليد كام؟ 96 95 97 او 97 دي تالت بطوله عالم ليه
تالت بطوله عالم. دي عنده 23 سنه صح كده؟ ودي تالت بطوله عالم يعني بيلعب وهو عنده 19 سنه مثلا ولا حاجه. اول بطوله مع الكابتن مروان رجب خدوا معايا دي تالت بطوله. ما بالك لما يكون عنده مثلا 26 ولا 27 بقى اللي عنده الاحتكاك عامل ازاي؟ عنده الباور عامل ازاي؟ هو كمان محترف بره فكمان في نادي قوي فدوري معاه كتير. عندك دودو عنده 20 سنه المفروض هو محترف. عندك ممكن حسن قداح ممكن عندك لعيبه كتير جدا ممكن تحترف اكتر من كده كمان. يعني حضرتك افهم من كلامك يا كباتن انه عشان احافظ على الجيل ده اديله الفرصه بدري؟ اكيد يعني عشان اديله الفرصه بدري حتى لو كان في حد افضل منه. بس لازم ياخد لازم يبقى ليه دور ويشارك ويحس النهارده انزل انا لعيب صغير في السن وانزل بطوله عالم واشارك حتى والعب شويه في ماتش ايا كان مستوى الماتش عامل ازاي واجيب جون او اتنين واشارك وادافع وكده باخد ثقه في نفسي. البطوله الجايه اكيد اللعيب دوت هتلف حته ثانيه خالص. البطوله اللي بعدها الوضع عنده يختلف اكتر. الفرق الجامده على مستوى العالم كانديه وفرقه زي كيل مثلا ولا حاجه هي واخده بطوله اوروبا اخر سنه اتفرج على الاحتراف بتاعها كلهم كان في اربعه ما لعبوش اخر ماتش بس الاربعه عندهم 20 سنه. شوف باريس سان جيرمان مثلا اللعيبه بتاعته وكنت بتفرج من كام يوم كده على ماتش وكده من 3 شهور ان هو عنده القاعده اللي او كمان الاحتياط اللي في 16 بره صغيرين مواليد 98 ومواليد 2000 وعندهم مثلا ولد عنده 18 سنه وبيلعب يعني ولازم اعمل كده. ده بيفرق كتير يعني. طبعا الموضوع ده محتاج طبعا اكيد شغل جامد جدا. بس خلينا نتكلم مثلا عن مباراه احنا نقول بقى اللي جايه دي مباراه مقدونيا ما عندناش معلومات عنها كتير بس خلينا نتكلم على السويد. يعني تاريخ السويد مثلا واجه منتخب مصر 7 مرات. طبعا تاريخ يعني معلش عايزك برضو تستعرض دي سريعا مش عايزين نقول يعني حاجه تشاؤميه ولكن ده تاريخ لازم نقوله. هو السويد طبعا شارك في البطوله من البطوله كلها دي كلها اشترك 24 مره تمام ماشي. سيبك بقى ان هو استضاف البطوله كام مره 4 مرات ماشي تمام حصل على البطوله 4 مرات اعوام كذا ماشي. هو توتال كله لعب 169 مباراه ماشي فاز في 116 اتعادل في 4 مرات وخسر في 29. طب ده انا عايز اقول لحضرتك حاجه انا عايز اركز كمان على مواجهته مع مصر. يعني يمكن حضرتك هنا مواجهته مع مصر هو قابل مصر 7 مرات كسب 6 وتعادل 1 لا ده السويد كسبت 6 ايوه وتعادل ماتش يعني مصر ما كسبتش السويد ولا مره في التاريخ. عايز اقول حاجه كمان احنا حتى ايام كنا احنا بنلعب وكنا نطلع بطوله وديه ونقابل فيها السويد كنا صعب نكسبها بصراحه مش هتبقى ليك يعني بس احنا في البطوله دي الحمد لله بس السويد بقى ده مش موجود السويد بقى فتره مش هو السويد بتاع زمان بامانه يعني السويد زمان كانت فرقه تخوف فرقه انت بتنزل لا فرقه النهارده السويد بقى له فتره كده حوالي بطولتين ثلاثه مش هو السويد بتاع زمان. طب يا كابتن انا هقول حاجه وما اعرفش حضرتك بتتفقوا معايا ولا انا شايف ان مباراه العبور هي مقدونيا لا اللي هتريحك اكتر على الاقل تبقى داخل الدور الثاني بنقطتين تفرق يعني فيه يعني المباراه اللي جايه دي ما فيهاش بص حضرتك احنا كلنا متفقين ان انت علشان تخش الدور الرئيسي هو البدايه الدور التمهيدي ده تمام التلات مباريات دول هيريحوك في الدور الرئيسي اصلا اللي انت تكسب تشيل زي النهارده الحمد لله ضمنت نقطتين هتخش على مقدونيا يوم السبت الجاي لو كسبت ان شاء الله نقطتين ولو كسبت ان شاء الله السويد يبقى نقطتين فطبعا اللي هتطلع بره مثلا ممكن تشيل عشان هي تبقى رابع المجموعه صحيح فهتخش بالنتائج المباشره بتاعتك اللي هي كانت مع السويد او شيلي فهتريحك جدا لما تيجي تلعب مثلا المجموعه الثانيه سكايت سلوفينيا ولا بيلاروسيا ولا روسيا او كل تمام يعني حضرتك شايف انه مباراه مقدونيا مهمه جدا واكيد نتمنى التوفيق لمنتخب مصر. معلش يا كابتن الوقت عدى سريعا حبيبي ربنا يخليك احنا اتكلمنا في حاجات كتير وانتم متعتوني الحقيقه بالارقام كابتن يحيى يعني مغزينا بشويه ارقام حلوين ربنا يخليك بشكرك كابتن يحيى يوسف طبعا نجم النادي الاهلي ونجم منتخب مصر ومدير فني الفريق الاول للسيدات بشكرك شكرا جزيلا شكرا ناصر شكرا القناه كابتن صابر حسين نجم مصر طبعا ومنتخب مصر ومعاك ميداليه الرابع طبعا لا انا ما خدتش حاجه والله طيب ونورتينا وشرفتينا كابتن صابر يا كابتن ياسر والله سعيد بوجودي معاك والله بجد بامانه وانا باجي المكان ده وقناتنا الاهلي زي ما انت قلت ده بيتنا فعلا والواحد بيجي بحب وبيجي يعني بكل تلقائيه وسعيد جدا موجود في طبعا ده مكانكم يا كابتن وبرنامج الابطال انتوا والابطال الحقيقيين اللي طبعا بنعرف الناس بيهم بشكرك يا كابتن شكرا جزيلا شكرا تسلم شكرا اعزائي المشاهدين كده انتهت اخبارنا او انتهت حلقتنا الابطال وكره اليد وبنقول للمنتخب مصر الف مليون مبروك الفوز النهارده ان شاء الله نتمنى له الفوز يوم السبت القادم وياخد خطوه اخرى ان شاء الله للتقدم للامام الى الدور الثاني انتظرونا ان شاء الله يوم الاحد يمكن ما نطلعش معاكم عشان مباراه كره القدم هنطلع يوم الاربعاء القادم باذن الله في حلقه جديده من الابطال